يعني في البداية يمكن في خلال الأسبوعين اللي فاتوا النادي الأهلي فقد ثلاثة من ولاده اللي تربوا جوه النادي، كابتن حازم كرم، كابتن عادل هيكل، كابتن صفوت عبد الحليم رحمة الله عليه. يمكن الكابتن صفوت أنا يمكن يعني تزامت معه في الملعب رحمة الله عليه، تزامت معه في ملعب كتير يعني، فقربنا قوي من بعض. واللي أنا يمكن عايز أقوله، عايز أقول إن صفوت للي ما يعرفوش أو اللي ما شافش صفوت، صفوت واحد من أحرف من لعب الكرة في مصر، لاعب ما يتكررش تاني. الناس يمكن دلوقتي فاكرة مثلا إنيستا مثلا، هو صفوت ده كده، صفوت ده كان إنيستا، بس يمكن الفرق القوة والسرعة بس، لكن صفوت لعيب فعلا من اللعيبة ما تتكررش تاني. أنا شخصيا وأنا في الملعب كنت أحب أشوفه، أحب أتفرج عليه، وهو في الملعب معانا في الفرقة أنا ببقى مطمن، مطمن للنتيجة ومطمن للأداء، لأن صفوت فعلا يستطيع إن هو يعني يتحكم في الأداء. صفوت رحمة الله عليه إنسان خلوق جدا، صفوت إنسان بسيط جدا، إحنا كنا قريبين من بعض قوي، وما زلنا طبعا الحياة والموت فرقنا، أو الموت والحياة فرقتنا، لكن صفوت أنا يعني يمكن بقول لكل من ينتمي للنادي الأهلي، جماهير ومسؤولين وأعضاء، بقاء الله وبقاء الله في ولاد واحد من ولادكم اللي كان الحقيقة من النماذج لعيبة الكرة اللي ما بتتكررش تاني يعني. صفوت كنا قريبين من بعض جدا، وصفوت في الملعب وخارج الملعب، والحقيقة مرض لفترة طويلة جدا، مرض دوت إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يعني يكون دوت في ميزان حسناته ورفع درجات لي بإذن الله. لكن النهاردة لما وقفنا قدام القبر وجثمان صفوت نازل، الحقيقة أنا قعدت أفكر في اللي احنا عايشينه، في الحياة اللي احنا عايشينها، قعدت أفكر وقلت يعني عايز أقول للناس كلها يا جماعة الدنيا دي ساعة، حتى لو ساعة دي طولت شوية لكن هي ساعة، لازم نفتكر ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا كلنا. أنا بقول الكلام ده نفسي لنفسي، وبقوله لأسرتي ولولادي والأهلي والإخواتي وكل اللي أنا بحبهم، اللي هو كل البلد وكل اللي بيحبوني. ربنا سبحانه وتعالى المدة قريب مننا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا عشان نحاول بقدر الإمكان يعني من أعمالنا، يمكن يا ربنا يعني يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونأمل في هذا وندعو كلنا لهذا يعني. فالدنيا مش دايما لحد، واللي دايما بس انك انت تبقى انسان تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تعمل اعمال صالحه ان شاء الله. كل دوت انا بس بقول ان انا اللي انا شايفه في الحياه دلوقتي الصراعات يعني مش عايز اتدخل في حاجات دي، لكن ده كل ده ليه؟ ولغايه امتى؟ ده ممكن الدنيا في لحظه انتهي، لغايه امتى يعني؟ فالبقاء لله. النادي الاهلي الحقيقه يمكن بفخور بولاده وكل من ينتمي ليه، سواء على يعني على قيد الحياه او توفاهم الله، كل رموزنا اللي توفاها الله، كل اولادنا اللي توفاهم الله ورموزنا وكباتننا الكبار اللي رحلوا عننا، اعتقد بنفخر بيهم لغايه النهارده. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما هبقى فخور بولاده من 1907 لغايه الى نهايه العمر يعني ان شاء الله يعني. الف رحمه ونور على صفوت، لان فعلا صفوت من الحاجات اللي أثرت فينا جدا النهارده الصبح. رحم الله النجم الكبير، نجم الرياضة وكرة القدم المصرية، وواحد من أبرز النجوم في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، الراحل الكبير الكابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله.
بنتقدم طبعا باسم فريق العمل في البرنامج وأسرة قناة الأهلي، الإدارة وكل زملائي فريق العمل في برنامج الأهلي الليلة وكل البرامج وكل المحتوى اللي بيقدم عبر برامجنا المختلفة على شاشة قناة الأهلي. بنتقدم جميعا بخالص العزاء لأسرة الراحل الكابتن صفوت عبد الحليم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان. بدأنا مع حضراتكم هذه الحلقة من الأهلي الليلة بالاستماع إلى الكلمة اللي ألقاها اليوم، كلمة أو كلام من القلب قاله الكابتن محمود الخطيب الصديق والزميل، زميل مشوار النجاح والإنجازات في الملاعب والنجومية اللي تحققت لأسماء كتيرة، كان منها طبعا الراحل الكبير الكابتن صفوت عبد الحليم. اتكلم عنه على المستويين، المستوى الخاص بمستواه كنجم رياضي ونجم كروي من أبرز النجوم حسب رؤية الكابتن محمود الخطيب وأعتقد بإجماع الآراء، وأيضا على المستوى الخاص بالعلاقات الإنسانية ومستوى الصديق وأبعاد علاقته الاجتماعية والإنسانية بالراحل الكابتن صفوت عبد الحليم. وإن شاء الله هيكون كمان الحديث عنه وعن مشواره ونجاحاته كواحد من أبرز لاعبي الكرة في تاريخ العالم العربي وفي تاريخ مصر هيكون ضمن المحاور الرئيسية لهذه الحلقة ولهذا الحوار. طبعا العزاء ورسالة العزاء بتقدم لكل المحيطين بالكابتن صفوت من كل قيادات النادي الأهلي وكل اللي زملوه في الملاعب وأصدقائه وشركائه في مشوار الحياة وفي مشوار العمل والاجتهاد كلاعب كرة من أبرز وأميز اللاعبين في تاريخ الرياضة والكرة المصرية، وموجهة طبعا باسم النادي الأهلي أعضاء وجماهير لأسرة الراحل الكبير الكابتن صفوت عبد الحليم. خلونا النهاردة نستمع أيضا إلى رؤية لواحد من أبرز نجوم الرياضة والكرة المصرية والعربية، واحد كمان من أصحاب الخبرات الكبيرة في عالم العمل الأكاديمي والعمل العلمي المنظم في مجال الرياضة وكرة القدم، هو المحاضر والمراقب وله طبعا صيت ذائع في هذا المجال بالاتحادين المصري والأفريقي، وأيضا المدرب السابق في النادي الأهلي وفي المنتخب الوطني وله مشاركاته الدولية كمحاضر ومراقب ويشهد له الجميع بالكفاءة، فضلا عن تاريخه كلاعب كرة متميز في النادي الأهلي وواحد من أصحاب أيضا التجارب الناجحة في عالم الرياضة وكرة القدم المصرية، وكان عن أيضا قرب يقدر يكلمنا عن تجربته في التعامل مع الراحل الكابتن صفوت عبد الحليم. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أرحب بالنجم الكبير الكابتن فتحي نصير. مساء الخير كابتن فتحي وسعداء بوجود حضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد، وكنت أتمنى أن احنا نلتقي في ظروف أحسن من دي، لكن هي دي الحقيقة الوحيدة، سنة الحياة اللي هي في الدنيا دي، الحقيقة اللي هي ملهاش جدال وملهاش وجه آخر، الموت، لأن الموت حق على كل واحد على في هذه الدنيا. طيب انا هبدأ مع حضرتك، انا طبعا يعني الامر مؤلم طبعا وعارف ان احنا بيبقى امر مؤسف انه دائما ابدا احنا بنبقى في حاله حزن لما بنبدا حوار، واحنا وسط طبعا فتره زي ما قال الكابتن خطيب فقد فيها النادي الاهلي وفقدت اسره الرياضه المصريه اكثر من نجم من النجوم ومن الاسماء اللامعه في تاريخ الرياضه والنادي الاهلي، كان اخرهم الكابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله. بس في ملحوظه ربط فيها بين هذا الواقع، واقع ترك الحياه، وان الحياه رحله وزي ما قال كابتن خطيب انها ساعه او مشوار سريع جدا مهما كان ربنا سبحانه وتعالى بيمهلنا، وبين الواقع المؤلم اللي احنا فيه والفوضى اللي موجوده في الوسط الرياضي والتجاوزات والمشاحنات. عايز حضرتك تقول كلمه عن ده الوسط اللي الكابتن خطيب بيوجه له رساله بيقول تحابوا، خليكم قريبين من بعض، اعرفوا قيمه ان الحياه دي كلنا المفروض نتكاتف ونتكامل ونشتغل مع بعض فيها عشان ننجح كلنا، بدل ما نملاها حقد وكراهيه وفوضى وصوت عالي طول الوقت بلا داعي وكلنا في النهايه بنمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. دعني ان انا اقول فعلا الدنيا ساعه، فانا هضيف عليها اجعلها طاعه، هذه الساعه نجعلها طاعه، طاعه لله سبحانه وتعالى، للخالق. كل مخلوق على وجه الأرض لابد أن يكون له يوم، وهذا اليوم يفارق فيه حياتنا بيروح لعالم آخر. فلو كل واحد حط في دماغه وفكر بهدوء كده نهاية كل واحد هي الموت، فيحضر لنفسه ما بعد الموت. هحضره فيه، مش هحضره بعد ما أموت، انا هحضر وانا عايش. ده هيغير من الانسان. فانت لو انت حضرت وانت عايش اكيد تصرفاتك، مواقفك، ارائك، افكارك، تحركاتك، كل المنظومه اللي انت عايش بيها، لسانك، عينيك، ايديك، رجليك، كل دي ما هتسال
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايديك ورجليك هتشهد عليك يوم القيامه. فيعني مش كل ده احنا الناس تايهه والناس ضايعه وعمالين في صراعات وعمالين بنك عشان ايه؟ ما هي ايه؟ احنا عندنا كره قدم او عندنا رياضه، والرياضه الاسلام بيقول لك علموا اولادكم الرياضه، يعني اذا دي داخله في الدين، السباحه وركوب الخيل والصيد والرياضه وكل دي حاجه جميله. الرياضه والرمايه وركوب الخيل كرمز، يعني احنا بالمفهوم الاشمل فكره أيوة. بناء الجسم والاستفاده من الحياه بشكل صحيح للانسان الرياضه بشكل عام. فرياضه البدن زي رياضه الروح، رياضه الروح ان الانسان لابد ان يحضر نفسه لهذا اليوم. احنا فقدنا انسان النهارده او نقول امبارح، يعني هذا اللاعب او صفت عبد الحليم كان لعيب بالنسبه للناس اللي ما كانتش تسمع عنه، لعيب كان وسط ملعب وظهر في الفتره ما بعد حرب 73، لان الكره توقفت بعد 73، لان من حرب 67 كانت مع اسرائيل فتوقف كل النشاط واصبح ما فيش غير فريق واحد كان اكبر جيل فيه اللي هو جيل صفت. صفت كان بيزامله في هذا الفريق مصطفى عبده، بيزامله زيزو، بيزامله ثابت البطل الله يرحمه. فالمجموعه دي اللي كانت بتزامله، الجيل اللي بعديها اللي هو جيل خطيب مصطفى يونس اكرامي ماهر همام، المجموعه اللي بعد كده يعني، ثم الاجيال. اذا الاجيال بتتوارث والاجيال بتتقالب، كل دولت ظهروا في فتره ما لمعوش. بقول ان مثل في بدايه الستينات او في بدايه الفتره للنادي الاهلي، لكن عملوا انجازات النادي الاهلي. نقول فريق التلامذه بدا بصفوت عبد الحليم. طيب حضرتك شايف ازاي تشبيه كابتن الخطيب للكابتن صفوت بانه في طريقه اداءه وستايله كلاعب كان يشبه انيستا؟ قال طبعا كابتن الخطيب مع فارق السرعه والقوه اللي هي متغيرات مصاحبه لشكل التدريب والامكانيات، لكن كطبيعه المهاره والموهبه كلاعب شايف انه شبه انيستا. لاعب وسط ملعب، كنا زمان اصل طرق اللعب مختلفه، كنا بنلعب 4-2-4، ففي الفتره دي كانت 4-2-4 كان هو احد اللاعبين الاثنين اللي بيلعبوا في وسط الملعب. ده فعلا صانع لعب، صانع، بس ما نقدرش نقول ان صفوت من اللعيبه العاديين. كل لمسه له تحس واحد مشرط جراح بيلعب في الملعب، ازاي امتى بينقل الكوره، ازاي امتى يهدي اللعب، ازاي امتى يسرع رتم اداء المباراه، ازاي امتى يتحكم في ان الفرقه اللي قدامك لو هي مثلا بتلعب الكوره العاليه وكده فهو اضطر يبدا يخلي الكوره في الارض بفكره. المدرب بره مش بيقول له خلي الكوره في الارض، لكن هو من نفسه كصفت هو عنده هذه الملكه، وهو ده اللي كان بيخليه. يعني كنا بنحط صفت الاول وبعدين ندور مين العشر اللي معاه، تسعة في الملعب وحارس مرمى. فصفت الله يرحمه فعلا قدم للنادي الاهلي وقدم للكره المصريه، رغم ان هو ما كانش محظوظ مع المنتخبات. طيب قبل ما نتكلم عن مشواره وما الذي حققه من نجاحات والعقبات اللي واجهته كلاعب، زي ما حضرتك بتقول ان بعض العقبات منها تواجده مع المنتخب وحجم نجاحاته او مشاركاته مع المنتخب، ايه سبب انه ما كانش موفق مع المنتخبات زي ما حضرتك قلت؟ خلينا نسمع رؤيتك كابتن فتحي نصير بعد متابعه هذا التقرير مع حضرتك ومع مشاهدينا. نستمع معكم ونشاهد مشاهدينا هذا التقرير الذي يتحدث او يعرض بعض التفاصيل عن سيره وعن مشوار وحياه الراحل الكابتن صفوت عبد الحليم. فقدت الكرة المصرية والنادي الأهلي نجما من كبار نجومها الذين أثروا الملاعب بفنهم الجميل بوفاة الكابتن صفوت عبد الحليم نجم النادي الأهلي في السبعينيات قبل أيام معدودة من عيد ميلاده 67. ولد الفقيد بالقاهرة في 9 من أكتوبر عام 1951، انضم لصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 63، تم تصعيده للفريق الأول عام 68.
شارك في أول مباراة له مع النادي الأهلي عام 1968 في 12 من إبريل أمام الجيش العراقي وديا، حقق فيها المارد الأحمر الفوز بهدف وحيد. كان صفوة عبد الحليم من الجيل الذي ظلمه توقف نشاط الكرة 6 سنوات نتيجة عدوان 67، فاضطر للسفر واللعب خارج البلاد كما فعل أقرانه، وانضم للنجم اللبناني مع نجم الأولمبي السكندري الراحل عز الدين يعقوب. صفوت شاط اعمل يا عاد نشاط الكرة عام 1972، ومعها عاد صفوت عبد الحليم لصفوف النادي الأهلي، شارك في أول مباراة رسمية كانت في بطولة الدوري العام عام 72 أمام نادي الطيران، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. استمر حتى اعتزاله عام 81، حصل معه على بطولة الدوري العام 6 مرات ولقب وحيد في بطولة كأس مصر. نال صفوت عبد الحليم لقب أحسن لاعب في مصر مرتين مواسم 75-76 77-78 وسط عمالقة الكرة المصرية أمثال محمود الخطيب، مصطفى عبدو، طاهر الشيخ، حسن شحاتة، فاروق جعفر، طه بصري. تميز بتمريراته الدقيقة مما جعل النقاد يطلقون عليه المايسترو الصغير تشبيها بالمايسترو الكبير صالح سليم. كان صفوت عبد الحليم صاحب خلق قويم قلما يناله أحد في تاريخه الكروي، فلم ينل سوى إنذار واحد في مباراة بالدوري العام أمام الاتحاد السكندري. بعد اعتزاله تولى العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وفي السنوات الأخيرة داهمه المرض حتى توفاه الله، رحم الله الفقيد وداعا المايسترو الصغير صفوت عبد الحليم. صفوت شاط عمل كابتن فتحي نصير، تشبه طريقة أداء الكابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله بمين من اللاعبين المصريين سواء في جيله أو في الأجيال التالية؟ لا، جيله ما كانش كان مميز، يعني نقدر نقول جيله كان قبليه كابتن رفعت فنجيلي. بتشوف تشابه في أسلوبه؟ في تشابه، بس ما اختلف ان رفعت شوتينج أكتر، لكن صفوت كهادي لعيب لا تشعر به في الملعب لكن تشعر به في تمريره، تشعر به في ترقيصه، تشعر به في احراز هدف، تشعر به في مراوغه، تشعر به قدرته على تغيير رتم المباراه، ودي مهمه جدا، دي من الصعب جدا تلاقي مش اي حد يقدر يعمل الكلام ده، هو يجي عاملها ورايح وجاي ومستني وهدي، تلاقي الملعب هدي ثم يسرع تاني زي الفنان المايسترو اللي هو بيمسك العصايه للفرقه، هو صفوت بالظبط كان بيعمل هذا الكلام. طيب ذكرياتك مع الكابتن صفوت، تعاملك معاه، اي ذكريات جمعتكم مواقف مريتوا بيها ودايما بتفتكرها لو فكرت في هو صفوت؟ طبعا الجيل بتاعه اللي كان بيلعب معاه كمان في وسط الملعب لعيب لازم يكون هارد وورك، كان سيد السبكي. سيد السبكي دي اللي هو من عيلة السبكي بنقول افلام وكده، كان سيد السبكي ده كان لعيب من اللعيبه المتميزين جدا، اللي هو بيجري واللي هو بيخدم على اللي بيعمل اكتر الشغل البدني، اكتر الشغل البدني كان هو ده، كان ده اللي جنبه دايما على طول في وسط الملعب. صفوت احنا دربناه تحت كان الله يرحمه الكابتن مصطفى حسين، نقول ابو الاشبال، كان موجود في الفتره دي. ده الكلام ده كان سنه 70 و71، كان هم لسه تحت، كان الرأس الحربة بتاعه دكتور حسام بدراوي اللي هو كان ايوه طبعا معروف، شخصيه معروفه يعني عمله السياسي أيوة وارتباطه بالنادي الاهلي طبعا معروف، كان راس الحربه بتاع صفوت، يعني كان في الربط اللي هو كان فيه. فنقدر نقول في الحاله دي لما هو كان موجود كنا بنلاقي يعني كابتن مصطفى مع صفوت ابو حليم ان احنا بيلعب مع الفرقه الصغيره، وبعدين كان في الفتره دي برضو الله يرحمه كابتن صالح في فريق اول
كانوا خلاص بطلوا، فبنلم المجموعة الكبيرة، فكان عادة ياخدوا معهم فيروح يلعب معهم ماتش ويجي يلعب معانا. افضل فترات الكابتن صفوت كانت ايه من وجهه نظرك كابتن فتحي في تاريخه الكروي؟ افضل فتره تالق فيها السبعينات، يعني في بدايه 73 الى 78، دي اللي حصل يعني. كان له انتاجات كتيره حتى وصلنا ل 78. ده لما كان النادي الاهلي بياخد دوري، كان يلعب الدور الاول ما نتهزمش، نلعب الدور الاول ما فيش جول يخش في مرمانا، الشبكه عذراء لاكرامي او ثابت اللي كانوا موجودين ايا كان منهم. فدي كانت اكتر فتره صفوت عبد الحليم كان متالق فيها، لكن لازلت بقول مش من اللعيبه المحظوظه. ده بقى مهم قوي، نرجع للنقطه دي اللي حضرتك اتكلمت عنها قبل ما نتوقف لمتابعه التقرير الخاص بالكابتن صفا. ليه ما كانش محظوظ وليه ما كانتش مشاركاته على نفس القدر مع المنتخب؟ هو ما كانش مع المنتخب لان هو اسلوب لعبه في الفتره دي كان في مجموعه لعيبه كبيره، يعني كان في نادي الزمالك كان في فاروق جعفر، كان في اسكندريه لعيبه، كان في شحت الاسكندراني كان وسط الملعب برضو من اللعيبه اللي هم المتميزين. فكان في بعض اللعيبه اللي هم في انديه تانية بيفقوا بدنيا شويه، لكن هو يعني فريق المنتخب ما كانش يتحمله رغم مهارته العاليه. هل كان لاعب كابتن صفوت من وجهه نظرك كابتن فتحي متميز جدا في فكره في الملعب وفي امكانياته المهاريه وموهبته، لكن ما كانش بنفس القدرات بدنيا؟ ما كانش لعيب قوي هي بدنيا اثرت عليه، هي دي اللي اثرت عليه ودي اللي اخرته ودي اللي عطلته رغم اللعب في المنتخب. يعني مش معنى ان هو كده، لكن ما كانش متالق تالقه اللي هو كان موجود في زي النادي الاهلي. النادي الاهلي كان متالق بطريقه يعني كنت اتمنى الناس تشوف دي لعبة الكوره. يعني ده لعيب الكوره اللي هو لما اقول بملايين اقول بملايين. ليه؟ لانه عارف هو بيعمل ايه. وانت كمدرب تبقى مستريح جدا انك انت بس عليك انت تحضره بدنيا، تجهزه نفسيا، الحتتين دولت فنيا، والناحيه اللي عنده والفكر الكروي اللي موجود عنده جواه عنده كتير قوي، بس انت ساعده انه ينفذ اللي في مخه. ده مرتبط بالحاجات اللي هنتكلم عنها مع حضرتك النهارده عن الكره الحديثه والتطور في الكره في العالم والفوارق بين الدول الاكثر تقدما في كره القدم وبين العالم العربي، وطبعا الدوري المصري او المسابقات المصريه، ونتكلم احنا فين ونقرب ازاي اكتر من المستوى ده. لكن عايز ارجع برضو لنقطه ثانيه، الدويتوهات اللي حضرتك فاكر انها كانت الاخطر مع كابتن صفا، مين المهاجمين الاكثر استفاده بتمريراته واللي كانوا الاكثر تفاهما معاه في الملعب؟ الاكثر زيزو، ده احد ابرز الناس الموجودين. وبعدين جه الجيل اللي بعديه بقى لانه كان اصغر منه، الخطيب طبعا جه اصغر من صفوت، لكن لما لعب قدر يربط له، قدر يخدم عليه كتير قوي، قدر يوصله للجول كتير قوي. فده كان نتاج يعني. مصطفى عبده كان دايما يقول له ليه مجري، لان صفوت عارف بيحطها له فين بحيث يجي يلتقي. ازاي يلتقي اللاعب مع الكوره في مكان اللي هيبدا منه التمريره العرضيه عشان يرفع الاوفر، عشان في النهايه الاقي زيزو او الاقي الخطيب انهم هم اللي بيسجلوا. هؤلاء صنعوا للنادي الاهلي، بس يمكن الاجيال الجديده دي ما شافتش الكوره دي. فدي كان صفت من ضمن الناس دول اللي هو عارف ازاي يصنع هدف، عارف ازاي يصنع هجمه، عارف ازاي يوصل مصطفى عبده كل شويه لخط المرمى الخصم، النقطة اللي بينطلق منها اللي يقدر ينطلق فيها، أو يبدأ منها الكروس أو الأوفر عشان يحصل. نفس الحكاية جمال عبد العظيم من ناحية الشمال كان برضو قادر إن هو بيوصله فيه. لعب معاه في الفترة دي كان محسن صالح اللي هو موجود، لعب معاه طاهر الشيخ، بس طاهر الشيخ أكبر، لكن صفت لحق فكان بيلاقي مكان. فكان هيديكوتي في الفترة دي بيعمل توليفه، احنا دلوقتي بنقول عليها ايه؟ ازاي ندور الفرقه؟ هو ما كانش بيدور الفرقه ولا حاجه، هو كان بيلعبهم وعارف ان ازاي ده ممكن امتى يلعب وده امتى ما يلعبش وده ازاي، وما كانش فيه التغييرات ثلاث لعيبه زي دلوقتي، وما كانش فيه الرفاهيه اللي موجوده فيها كره القدم في الزمن اللي احنا فيه ده. الامور كانت اصعب. طبعا اصعب بكتير، اصعب من امكانيات، اصعب من ملابس، اصعب من مواصلات، اصعب من كل ما تتخيله. احنا كنا بنعمل للعيبه دي، منهم صفت كان بيجي لانه كان يعني مش ساكن قريب من النادي الاهلي،
فعلى اساس يجي ما كانش في عربيات فالطريق بالمواصلات وبعدين فكنا عاملين لهم سرير تحت المقصوره اللي هي موجوده دي يجي يستريح فيها عشان يجهز نفسه للتدريب لان المسافات بتبقى بعيده وزحمه مواصلات القاهره كل دي بتاثر على اللعب فكنا بنحاول عليه. طيب عشان الكابتن صفوت كما اعتقد يعني حضرتك صحح لي لو كان تصوري ده مش دقيق انه من اللاعبين اللي ما حصلوش على حجم الاهتمام الاعلامي اللي يستحقوه حتى في مشواره في حياته الى يوم وفاته بعد ما انهى مشواره كلاعب انه ما حصلش على كم الاهتمام الاعلامي اللي يستحقه، فعايزين نقدم بعض المعلومات للناس عنه عن طبيعه شخصيته كلاعب، هل كان بيسمع كلام المدربين بينفذ مطلوب منه ولا لا؟ يختلف مع المدربين لو ما شاركش؟ لا يختلف. شوف لعيب الكوره محمد، لعيب الكوره المتمكن ليه ما بيتكلمش كتير؟ وما بيقاوحش كتير وما بيتناقش كتير، هو بيترجم في الملعب. انت عايز ايه كمدرب بتقول له 1 2 3 هو بيعمل 1 2 3 4 كمان بيعمل اكتر من اللي انت طالبه منه. طب انت عايز منه ايه؟ واحد بينزل في الملعب مفيش مشكله مع زميل، مفيش مشكله مع خصم، ما تذكرتش في يوم من الايام انه عمل خناقه او عمل مشكله او زعل او ان هو ما لعبش ليه؟ ما لعبش، هو عارف هيبقى عارف انه ما لعبش ليه، لان هو مثلا لا اما مصاب فاحنا خايفين عليه، لا اما احنا عاوزين نجرب غيره عشان الفرقه دي بنحضره للمباراه اللي بعدها. عنده نضج، النضج الكروي ده مهم جدا للعيبه. لكن اللعيب دلوقتي ابص لايه؟ زعلان ليه؟ اصله المدرب ما لعبنيش. طب يا ابني ما لعبكش ليه؟ ما فيش مدرب في العالم عايز يخسر، كل مدرب عاوز يكسب. فطبعا وبعدين المدرب مش بيفكر في المباراه دي، ده بيفكر في سيناريو مباراه جايه، فبقول لا انا هلعب ده في الماتش اللي جاي ده ايه، فانا هحافظ على لياقته ايه. فالكلام ده ما كانش فيه هذا الكم من المدربين الموجودين. هل دي رساله للجيل الحالي من اللاعبين حضرتك عايز تقول لهم انه اللي بيتكلم كتير وبيدخل في مشاحنات كتير سواء من خلال الاعلام او مع اجهزته الفنيه يبقى امكانياته على قدها كلام؟ مليون في المية. لا ده ما انت بتعبر، بدل ما بتعبر بالملعب وبرجليك تجيب جول او براسك تطلع كره من الجول او بكره توقفها او كحارس مرمى تطلع كوره، بدل ما تعملها وتخلي دي اللي تتكلم فانت بتخلي لسانك يتكلم. فانت لما بتتكلم كتير يعني دي يعني اذا اراد الله بقوم سوء منحهم الجدل منعهم العمل، يعني يخليك تتكلم كتير فانت مش هتشتغل في الملعب. فكر في الملعب انت حضرتك بتقوله ده آفة في مجتمعنا مش بس في الكوره او في الرياضه، حضرتك عارف يعني حجم التهرب من مسؤوليات الناس في عملهم قد ايه. مجتمعنا الناس بتحاول تاخد حقوق وما تقديش ما عليها من واجبات للاسف في حالات كتير، وكمان بتكثر الجدل على امور تستحق ولا تستحق للاسف. دي آفة في مجتمعنا. انا بقولها على لاعبتنا او لاعيبه مصر يعني مش لعبت النادي الاهلي عموما، في ثقافتنا الكرويه الموجوده هنا كلامنا اكتر من فعلنا، لازم نغير ده او نسعى لتغيير اذا كنا عاوزين نبقى لعيبه كويسين. في جزء كبير من المعلومات اللي عايزين نتكلم مع حضرتك من خلال خبراتك الكبيره المحليه والافريقيه والدوليه فيها هننتقل اليها بعد ما نختتم هذا الجزء. طبعا الحديث لا ينقطع ولا يكفي الوقت طبعا المتاح للحديث عن مشوار كبير للراحل الكابتن صفوت عبد الحليم ونجاحاته وقيمته كلاعب وحجم محبته وتقديره في النادي الاهلي في الوسط الرياضي والكروي في مصر، لكن دي كانت النهارده يعني اول لقاءاتنا للحديث عنه بعد وفاته رحمه الله. ان شاء الله هتكون في طبعا متابعات لسيرته ولمشواره كلاعب من ابرز اللاعبين في تاريخ مصر. خلينا نختتم مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا الجزء من الحديث بهذا التقرير ونسمع كلمات كل من هنرجع لتعليق حضرتك. يعني انا حزني او الصدمه حتى الان مش عارف اتكلم عن صفوت. الكلام اللي انا قلته ده لا يساوي 1/10 من قيمه صفوت عبد الحليم. اكيد واحنا مقدرين كتير قوي وعنده حاجات كتير قوي ودماغي عارف لما المخ انسان يتوقف عن العمل مخي توقف وذكرياتي وقفت اكيد حتى هذه اللحظه للصدمه، مش للصدمه للطريقه اللي هو فريقنا بيها. اكيد احنا هيبقى في مساحه كبيره احنا مقدرين ده كابتن فتحي، عشان كده بنقول انه فريق العمل في قناه الاهلي هيبقى فيه طبعا مرات ومرات قادمه التطرق للحديث عن مشوار الكابتن صفوت عبد الحليم واعطائه ما يستحق من تقدير بامور كثيره، فيديوهات لتاريخه كلاعب ومشواره وحاجات كتير فيها تفاصيل عن حياته وعلاقاته الانسانيه والاجتماعيه وكل من كانوا قريبين منه كاصدقاء ومحبين له داخل النادي الاهلي وخارجه في الوسط الرياضي في مصر. دي امور طبعا هنتوقف معاها خلال حلقاتنا وتغطياتنا المختلفه القادمه
على شاشة قناة الأهلي، لكن ما زالت الكلمات تأتي حبا وتقديرا لهذا النجم الكبير الراحل الكابتن صفوت عبد الحليم. خلونا نسمع كلمات من كل من الكابتن شطة والكابتن فتحي. مبروك. هو طبعا ربنا يتولى برحمته الكابتن صفوت عبد الحليم، وطبعا اعزائي لاسرته ان شاء الله يسكنوا ربنا في سيح جناته، لان كابتن صفوت عبد الحليم من الناس اللي كانت علامات مميزه في تاريخ النادي الاهلي خلقا وسلوكا واداء وفنيات، وطول حياتنا في النادي الاهلي ما حسناش بيه باي مشكله واي تساؤل واي شيء، ولا يعمل مشكله ولا كان بيتكلم ولا اعلام ولا كلام من ده. فهو الفتره الاخيره كده كان فعلا تعب، وربنا يتولاه برحمته ويسكنه في جناته. واحنا كزمايله طبعا في الملعب، يمكن كابتن زيزو وكابتن خطيب وكابتن شطه وكلنا ندعي له بالرحمه وندعي له ربنا يسكنه في جناته ويلهم اسرته الصبر والسلوه ان شاء الله. يوم صعب جدا بالنسبه لنا، لكن الحمد لله ربنا يرحمه ويحسن اليه ويغفر له. طبعا شوف صفوت عبد الحليم شخصيه من الشخصيات الحقيقه الناس كلها عارفه قد ايه كان اخلاقه عاليه جدا، وكان حقيقه عمره ما اذى حد، عمره ما كان حقيقه يعني بجد كان شخصيه محبوبه للناس كلها، ومات في صمت الحقيقه وربنا رحمه. ونحن الحقيقه كلنا من الخطيب لحد اخر حد في النادي الاهلي حزين جدا على هذا اليوم، وفراق حقيقه صعب بالنسبه لنا، لكن الحمد لله على كل شيء هذا هو قدر الله الحمد لله، وربنا ان شاء الله يرحمه ويغفر له الحمد لله. حضرتك تعقب تقول ايه يا كابتن فتحي عن حديث اثنين من زملائه ومن كبار النجوم كمان في تاريخ النادي الاهلي اللي زملوه في الملعب الكابتن شطه والكابتن فتحي؟ انا يمكن خليتهم في النهايه قبل ما اعرفش كنت ان انتوا هتجيبوهم في التقرير، لان كابتن فتحي مبروك كان الصديق صدوق لكابتن صفوت، كان دايما معاه على طول. كابتن شطه لم يغادر، يعني الوحيد يمكن في النادي الاهلي اللي على كل اسبوع كان دايما يروح عنده ان لم يكن في الاسبوع مرتين. يعني انا متابع شطه في الاتحاد الافريقي مشغول، لكن كان في الملعب. طبعا انا لما قلت السكي كان في الناشئين، لكن لما جه في الفريق الاول كان شطه هو اللي موجود. شطه لعب فتره طويله قوي وزامل صفوت، وكان باك ليفت فتح مبروك، الثلاثه دول عملوا الشغل كتير قوي. فانت جايب اثنين فعلا، يعني الاختيار موفق في ان الاثنين دول كان لهم دور كبير قوي 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 مع صفوت، سواء في حياته الكرويه أو ما بعد أنه بطل أو أصدقاء أو لما كان مدرب، كان برضو شطة مدرب وكان مسؤول وكان فتح مبروك مدرب، يعني التلاتة تزاملوا في حاجات كتير قوي في اللعب داخل الملعب في المنتخب. لما نقول فتح مبروك وصفت، لكن كابتن شطة كان بيلعب مع السودان، لكن مع النادي الأهلي كان كابتن شطة كابتن فتح مبروك كابتن صفت، التلاتة دولت نجوم كانوا فوق العادة. ولم يغادر كابتن شطة صفوت عبد الحليم طوال الفترة من يوم ما بطل كورة، من يوم ما جاله المرض حتى لحظتنا هذه، ان هو دايما كان بيسأل عليه هو وكابتن فتحي. عموما احنا مرة تانية الوفاء الوفاء والإخلاص للناس دي بين معادن البشر. يعني بنكرر مرة تانية حضراتكم انه خلال تغطياتنا في الأيام القادمة إن شاء الله سنعرض وجهات نظر والكلمات والرسائل الموجهة لمشاهدي القناة ولجمهور النادي الأهلي من كل القريبين والمحبين وأصدقاء وزملاء الكابتن صفوت عبد الحليم، وهتكون هناك مساحة كبيرة للاهتمام بمشواره ونجاحاته الكبيرة داخل الملعب ومشوار حياته كمان بعد ما اعتزل الكرة كلاعب، وطبعا على المستوى الإنساني وعلاقاته الإنسانية والاجتماعية وصداقاته وارتباطه بهذا الكيان الكبير النادي الأهلي على كافة المستويات إن شاء الله. كابتن فتحي نصير، طبعا الوقت أيضا محدود لأن مشوارك غني جدا على كافة المستويات، مشاركاتك كلاعب كرة وأيضا مشوارك في العمل كمحاضر ومراقب وفي عالم التدريب سواء مع الأهلي أو منتخب مصر. خلينا نتكلم على قدر المستطاع في نقاط سريعة جدا، نسمع وجهات نظر حضرتك عن عدة نقاط غاية في الأهمية. الوضع الحالي للكرة المصرية احنا فين لو اتكلمنا سريعا وقارنت لنا بين مستوى الكرة في مصر وفي المنطقة العربية بالكرة الأوروبية او الأكثر تطورا في العالم؟ مبدئيا
لازم نكون المراية الوحيدة أو المقياس الوحيد نقول آخر كاس عالم، ومن خلال آخر كاس عالم نقدر نقارن الفرق بتاعتنا وأدائها والفرق اللي كانت بتلعب. للأسف إحنا بنضيع وقتنا في مش هقول أشخاص، لكن اللي بيحصل يقولك أصل المدرب غير طريقة اللعب، أصل المدرب لعب بطريقة كذا، أصل المدرب ده لعب بطريقة كذا. كل واحد دلوقتي أصبح فيه تخصص، وإحنا عندنا حاجتين، ودي أنا شايف هذه الملاحظة مع كل القنوات، حتى في كل الناس اللي بالزملاء المحترمين اللي بيحللوا يقولك المدرب غير طريقة اللعب، أصل لعب بفلان ولعب بفلان. في حاجة اسمها طريقة لعب وفيها اسمها خطة لعب. طريقه لعب اللي هي 4 2 3 1 4 3 3 4 4 2 دي طريقه. طب الخطه ايه؟ الطريقه لسه الكره ما اتحركتش، اللعيبه في الملعب. الخطه هي واجبات اللعيبه داخل هذه الطريقه. كل واحد له واجب. اذا هناك فرق بين يعني هنا حضرتك بتقول ان ممكن بطريقه لعب انفذ اكتر من خطه، اكتر من اسلوب تعامل مع المباراه، مع المباراه. اذا ممكن احنا فرقتين نلعب بنفس الطريقه 4 4 2 والثانيه يلعب 4 4 2، لكن كل مدرب بيطبقها بس كل مدرب بيطرق بناء على امكانيات لعبته وعلى الخطه بتاعته واللي بيتحكم فيها الكوره. اذا الخطه بتبدا لما الكوره تتحرك، لكن لو ما فيش كوره متحركه ما فيش خطه لسه. في طريقه، الطريقه ان انا واقف فين، ان انا بقى اتحرك، ان انا اروح اكمل الاثنين اللي قدام كد، دي اسمها الخطه. ايه اللي ناقصنا عشان نقرب اكتر، نقدر مستوانا في المنافسات الدوليه زي كاس العالم يبقى مختلف؟ طب انا لو جينا كاس العالم، شفنا السنه دي كاس عالم 2018 تسجل في البطوله كلها 169 هدف، البطوله في البرازيل تسجل 171 هدف البطوله كلها. طيب عادي اتسجلنا، ايه المشكله؟ نشوف الاجوال دي اتسجلت ازاي ونقول ليه. اما الاقي نسبه الاجوال اللي اتسجلت في البطوله السنه دي في روسيا 35 هدف من ضربات راس، نسبه عاليه جدا، 35 هدف من ضربات راس. هضيف عليهم كمان 23 هدف من ضربات جزاء، يعني 23 هدف من ضربات جزاء و35 هدف من ضربات رأس. إذن الضربات الثابتة لها دور كبير قوي في إنها تسجل. تقول لي طيب أفهم من كده إيه؟ أفهم إن بقى في زحمة في الملعب وفي تكتل في الملعب، فصعب إن الكرة تخترق الناس دي وتلف. مش أنا الساحر أوزو اللي هياخد الكرة ويلففها بين الناس، فبيضطر بيلعب الكرة عالية، الكرة عالية تقوم تعدي فوق كل الناس دي كلها، بس عايزة دقة أوفر أو دقة إنك ترفع كرة وتروح لليمين عنده قدرة لتسجيل هدف بالرأس، لأن الزحمة دي موجودة. هل دي نقطة ضعف عندنا في فرقنا في مصر؟ دي مش موجودة في مصر، دي في كل الفرق، إن إحنا دي ضعيفة جدا 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 جدا. ممكن تيجي بالحظ لكن ما بتجيش بدراسة. تقول لي يعني ايه؟ يعني ان انا لو بتيجي بدراسة لازم اكررها كتير. لا يمكن ينتهي مباراة داخل جمهورية مصر العربية تقول لي النتيجة 3-0-0 1-1 ويكون فرقة جات لها 10 ضربة ركنية، 10 ضربة ركنية يعني في 10 اوفرات، يعني على الاقل مفيش حد هيلعبها بدماغه جوه الجول. فاذا دي نقطة عندنا. في الناحية الدفاعية عندنا مشكلة، في الناحية الهجومية عندنا مشكلة، لأن بيخش فينا جوال في المنتخبات، ما بنلعب أي منتخبات. دي مشكلة كبيرة، الكرات الثابتة والعرضية دايما ومع الفرق يتم منها إحراز أهداف في مرمانا. إحنا ما فيش، فدي أصبحت ظاهرة من ظواهر كرة القدم العالمية. طب نطور ده إزاي يا كابتن فتحي؟ يعني نعالج القصور ده إزاي على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات؟ نقارن ده بالتدريبات، بالتدريب في الملعب، بالتكرار. تكرار يعلم الشطار، اكرر 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 باستمرار. لابد يكون عندي في لعيبه بالملايين، لعيبه بدون ذكر اسماء، لعيبه بالملايين ما بتعرفش ترفع الاوفر 40 متر او 30 او 35 اللي هو نص الملعب، ما فيش، ما بيعرفش يرفع اوفر. طب منين هتجيب انت جول؟ انت بتلعب محمد تلعب بدماغ كويس قوي،
طب لازم محتاج بقى اللاعب اللي بيوصل الكوره. ما مش هيوصلها لك. تبص ليه عاملها على اول واحد اقرب واحد قدامك اللي هو القصير هيقطعها منك. فاذا الناحيه دي عايزه شغل. فلابد تدريباتنا تتغير في كل انديه مصر. طيب المشكلات الثانيه ثقافتنا حضرتك اشرت اليها الرياضيه عند اللاعبين محتاجه تتغير. واللي حضرتك وكابتن خطيب كنتوا بدانا بيه هذا الحوار اللي قاله كابتن خطيب خلال او حديثه بعد جنازه الكابتن صفوت واللي حضرتك بدات بيه الحلقه دي النهارده فكره كم الكراهيه والخناقات والمشاحنات والفوضى وان احنا مشغولين بامور بعيده عن المنافسه نفسها طول الوقت. نصلح ده ازاي؟ بعيده عن مساله بعيده على ان احنا نطور نفسنا. ما انا لما هطور نفسي في لعبتي حقدر يعني ما بسمهاش منافسه انا بس الاول اطور نفسك. احنا بنتنافس واحنا ولا حاجه. يعني مستوى الكوره على مستوى مصر كل الفرق كلهم زي بعض. انا مش شايف فرقه متميزه عن الثانيه. هي كفاءات مع شيء من التوفيق. يعني في لعيبه متحمسه شيء من الحظ مع التوفيق تبص تلاقي نفسك فرقه تطلع كسبانه فرقه تطلع خسرانه. لكن ما اقولش ان فيه البرومسنج بلاير المتميز اللعيب العالي القادر ده اللعيب ده ايه اللي يلعب لي 5 6 7 8 ماتشات مستوى واحد ما بلاقيهوش الاقيه النهارده فوق بكره ما الاقيهوش الاقيه تحت وبعدين كلام كتير والاعلام مركز عليه وسجل المش عارف وسايب فكره تطوير اللعبه لا 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 ما فيش تطوير يعني انا لما بقول كده لما اقول ان انا عندي برضو من ضمن الظواهر ودي موجوده عندنا هنا اخر 10 دقائق في كل المباريات هما اخطر 10 دقائق في اي مباراه بما فيهم كاس العالم. كاس العالم اتسجل في البطوله دي اللي هي اخر بطوله 37 هدف في 37 هدف في اخر 10 دقائق من 101 من التعداد بتاعهم اللي هو 169. طب لو تقول لي سنه 2014 تسجل كام يعني في اخر في الدقائق الاخيره من المباراه اللي هم برضه في العشر دقائق الاخرانيين اتسجل في الوقت الاخير ده 23 هدف النسبه قلت. اذا النسبه بتزيد دلوقتي في احراز الاهداف في الدقائق في الدقائق الاخيره لازم ادرسها اعرف ليه لو انا بيخش فيها ليه الاجوال وانا بسجل ليه ما هي دي الكوره. طيب هل دي ميزه موجوده يعني لو قارنا بين الاهلي وباقي الانديه المصريه اعتقد انها من الامور اللي دايما مرتبطه بشخصيه فريق الاهلي في الملعب انه بيقاتل لاخر دقيقه وانه بيقدر يحرز اهداف في الدقائق الاخيره من المباراه هي دي ميزه عند الاهلي. دي بقى ليه بقى ما انا اقول لحضرتك يعني هي طبعا لها اسباب كتير المساحه هنا في الوقت مش هيقدر يسمحنا لكن نقدر نلخصها شويه. اي فرقه ليه بتقول لي النادي الاهلي بيجيب في اخر 5 6 دقائق كده النادي الاهلي حاسس بنفسه كنادي اهلي فلما بكون نتيجه 0-0 هو مش فرحان مش فرحان انه متعادل يعني دي حاجه لا تسعد لسه عنده حافز الهجوم والضغط أيوة. على المنافس طيب تقول لي طب الفرقه اللي قدامه متعادله ما دخلش فيها جول فهي فرحانه انها متعادله مع النادي الاهلي طب تقول لي ايه في حاجه اسمها الفرح والزعل الفرح والزعل المخ يتوقف عن العمل ده علم النفس مش انا اللي بقول في حالة ما أنت تكون فرحان أو حالة أنت ما تكون زعلان مخك يتوقف على العمل، طب إيه اللي دخله في الكورة؟ لما المخ بيتوقف على العمل تنسى واجباتك الخططية. أنا مخي توقف لأن أنا فرحان تعادلت مع النادي الأهلي خلاص والماتش خلص حاسس إن أنا عملت التارجت حققت عملت كده وأنت جنبي خلاص مش هنط جنبك لأن أنا فرحان فالمخ انا اللي حاسس بقى ما دام الحافز عندي في الحاله دي انا اللي مخي دلوقتي متوقف عن العمل لانه فرحان لكن مخ لو هو شغال يبقى لازم اروح امسكك 90 دقيقه لابد 90 دقيقه اللاعب مخه يشتغل اللحظه اللي مخ اللاعب لا ما يعملش فيها يعني يتوقف يغلط ولو غلط هيخش في جول عشان كده دايما يقولوا ان من اخطر الدقائق على اي فريق الدقائق اللي بعد ما بيحرز هدف على طول بتحرز هدف ليه بقى تحصل حالة استرخاء عند اللاعبين وبعدين استرخاء على اللي بيسجل هدف واللي بيخش فيه هدف اللي بيخش فيه هدف ما احنا قلنا الفرح والزعل اللي بيخش فيه هدف ممكن يخش فيه التاني طب هيخش فيه التاني ليه؟ لأنه بيزعل بيزعل ليه؟ بيتخانقوا مع بعض يقول له أنت السبب وأنت كذا وأنت كذا نسيوا لأن
المخ توقف عن العمل. طيب احنا نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك كابتن فتحي، لكن هننتقل معاك ومع السادة المشاهدين سريعا الى مؤسسة الاهرام، وتشهد المؤسسة او تستضيف اليوم هذا الحفل اللي بتنظمه الاهرام لتكريم الكابتن حسن حمدي. طبعا له تاريخ طويل في هذه المؤسسة، وتولى العمل فيها لسنوات طويلة، وارتقى في مناصبه وكان المسؤول او مدير عام الاعلانات في مؤسسة الاهرام، وايضا بتاريخه الكبير في النادي الاهلي، واحنا حريصين على متابعة نجاحات طبعا رموز النادي الاهلي في كل مكان. وننتقل معكم الى حفل تكريم الكابتن حسن حمدي. اهلا بكم في حفل تقدير العطاء، تعظيم الامتنان. اهلا بكم في حفل واحتفالية لا اقول ابدا رد اعتبار، ولكنه تقدير العرفان لأعز إنسان وأخلص إنسان، لأن الانتماء أخلاق والأخلاق عطاء، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل بين درجات كل هذه القيم والمعاني السامية لدى صاحب الليلة المحتفى به والمحتفى بنا، وزير الدفاع عن مبادئ وتقاليد النادي الأهلي، وزير مالية الأهرام، صاحب الدور البارز والتاريخي في تعظيم موارد الأهرام وتقوية روافدها الإعلانية. أهلا وسهلا بكم في تكريم الكابتن والقيمة الكبيرة الكابتن حسن حمدي. حضرات السادة الكرام، الكابتن حسن حمدي الذي تعلم ونشأ منذ نعومة أظافره في النادي الأهلي في مدرسة الأهلي، فتعلم معنى الولاء وقيمة الانتماء، فلم يكن غريبا عليه ولا مستغربا حين التحق بمؤسسة الأهرام العملاقة وهو في ريعان شبابه أن يمارس كل معاني الانتماء الصادق لهذه المؤسسة العملاقة. كل الانتماء بأسمى صوره يواصل مسيرة العطاء بإخلاص وفكر وحماس وغيرة، وكأنه في ردهات الأهرام وبين جنباتها ومكاتبها الإعلانية يسعى ويكد ويتعب من أجل رفع اسم الأهرام. قفزات كبيرة كان يؤديها في الأهرام وكأنها بروح الفانيلا الحمراء، ولما لا، فقد تربى بين جدران هذا الصرح الكبير. روح التميز، روح الانتماء، وضع مع تلاميذه وزملائه بوكالة الأهرام وكل المؤسسة العملاقة لبنات البناء الكبير والعملاق بفكر متميز وعمل جاد كان يواصل فيه الليل بالنهار لمزيد من النجاح والتميز، حتى وصلت عوائد الأهرام الإعلانية أرقاما قياسية ستظل وتبقى صامدة لمدى طويل جدا. ساهمت هذه العوائد في تقوية رسالة الأهرام التنويرية ودورها الوطني والريادي وخدمة مصرنا العزيزة الغالية. حضرات السادة الكرام، تعجز حروف الكلمات على أن توفي الكابتن حسن حمدي حقه ومستحقه، وتعبر عن قيمة ما أعطى وعظيم ما أنجز، لكن ربما كان عزاؤنا أن الكل بات يدرك قيمة ما حققه الكابتن حسن حمدي في الأهرام أو النادي الأهلي، وما أخلص به وفيه لبيته الأهرام والنادي الأهلي، وما استحق أن يكون عليه دائما وأبدا طوال 40 عاما كان فيها نعم القيادة ونعم الإنسان ونعم الشخص، فقط لأنه حسن حمدي. مرة أخرى تحية من القلب لهذا الرمز الكبير كابتن حسن حمدي. وعن نفسي وبالنيابة عن كل الحضور خالص الشكر والتقدير لمن جاء ليعطي الحق لأصحابه أو لصاحبه،
خالص الشكر لمؤسسة الأهرام برئاسة الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة ونقيب الصحفيين، وهي لفتة لن ننساها جميعا. خالص الشكر للأستاذ محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي أيضا لهذه اللفتة الرائعة الجميلة، وهو ما يستحق الكابتن حسن حمدي. أدعو الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه احنا النهارده مجتمعين وانا شايف ما شاء الله حشد رائع وكوكبه متنوعه من الرياضيين ورجال الاعمال ونجوم المجتمع والصحفيين والاعلاميين. شيء الحقيقه مفرح جدا ان احنا نجتمع هذه الليله لنكرم شخصيه عظيمه اعطت الكثير وهو الكابتن حسن حمدي. الحقيقه لما يعني خليني اقول وحيي الاستاذ محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي، لانه الحقيقه لما طرح علي الفكره يعني جاءت في موعدها وفي نصابها تماما. يعني الكابتن حسن حمدي كابن من ابناء مؤسسه الاهرام اعطى الاهرام الكثير، اشتغل كثير جدا. احتكيت بيه وقت ما كنت عضو مجلس اداره، وكنت بشوفه يعمل ليل نهار في وكأنه شاب تحت العشرين، يعني لا يكل ولا يمل على مدار الساعة. احتكيت بيه في النادي الأهلي كعضو عامل في النادي الأهلي، كنت بشوفه الحقيقة باستمرار دائم العطاء ودائم التواجد، ومن قطعش يوم جمعة عن قعدته الشهيرة في النادي والقعدة المفتوحة لكل الناس وبيقابل كل الناس بدون حواجز وبدون قيود وبدون أي شيء. بين الأهرام والأهلي الحقيقة الكثير من المتشابهات. يعني الأهرام هي الأهم والأعرق والأقوى في الصحافة والإعلام في مصر والعالم العربي، وده مش من قبيل المبالغة عشان الرئيس مجلس إدارة الأهرام، لكن دي الحقيقة. الأهرام هي الأقوى توزيعا، هي الأكثر تأثيرا، هي الأقوى اقتصاديا، يعني في العالم العربي على فكرة مش في مصر بس. يعني نفس الكلام بالنسبة للنادي الأهلي أظن، وبرضه وبدون مبالغة وبدون انحياز عشان مش أنا عضو في النادي الأهلي لكن بقول الكلام ده، لكنها الحقيقة هو الأكبر والأكثر تأثيرا والأكثر قوة في العالم العربي كله. الحقيقه الكابتن حسن حمدي كان ناجح في الاهرام وكان ناجح في النادي الاهلي، وده شيء عظيم جدا يحسب ليه، نموذج محترم للعطاء. فكان واجب علينا ان احنا نقول لمن اعطى انت اعطيت واديت، وبنقول لك شكرا على جهدك المتميز، لان دي لازم تبقى سنه عندنا. الموضوع مش موضوع ان احنا دايما نحاول هدم ما سبق، لا، لازم نستفيد مما سبق. وده الشعار المحترم الحقيقه اللي احنا شايفينه هذه الايام بعد ثورتين مروا على مصر وبعد عواصف شديده اجتاحت مصر كلها. النهارده الحقيقه لما بشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيب رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي ويبقوا واقفين عشان يقول لده استلم من ده لده، وان التغيير سنة الحياة، وان مش معنى انك مشيت بقيت وحش، لا، دي قيمة مهمة جدا في الدولة المصرية لازم كلنا نمشي وراها عشان نقدر نكمل المشوار وتقدر مصر تاخد مكانها ومكانتها اللي ان شاء الله هتاخده في اقرب فرصة ممكنة. عايز احييكم واشكركم على وجودكم، وبكرر خالص شكري وتقديري للكابتن حسن حمدي على عطائه المستمر. والحقيقه لحد دلوقتي هو معانا ولا يبخل بجهد، الحقيقه في اي وقت بنطلب منه الاستشاره ما بيتاخرش اطلاقا، وانا عارف انه يؤدي هذا برضه الدور في كل مكان
يمكن أن يطلب منه أي جهد وأي استشارة هو ما بتأخرش. فخالص الشكر والتقدير ليه، وخالص الشكر والتقدير لمجلة الأهرامي الرياضي العريقة والمؤثرة والقوية واللي عادت قوية، لأن الحقيقة الأهرام الرياضي قصة برضو طويلة بدأها أستاذنا الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. وأنا الحقيقة أنا مرة كنت راجع من السويس الصبح، كنت بايت في السويس، كان في شغل، كنت في مهمة عمل، ودخلت بنزينة عشان أمول العربية، كان العربية عايزة تمول عربية الأهرام، فتلاقيت الناس اتلمت عليا وبتتخانق معايا، شافوا البادج بتاع الأهرام على العربية وجم جري اتخانقوا معايا، إيه يا جماعة في إيه؟ قالوا الأهرام الرياضي ما بيجيلناش ليه؟ فرجعت فورا، ايه يا اسمريم الاهرام الرياضي ما بيروحش السويس؟ قال لي بيروح بس بيخلص، طب اعمل ايه؟ فالحقيقه يسجل للاستاذ محمد شبانه انه عاد للاهرام الرياضي قوته، والاهرام الرياضي رجعت قويه ومؤثره زي ما احنا مصرين على ان تعود الاهرام اقوى مما كانت ان شاء الله، وزي ما النادي الاهلي يعود اقوى مما كان ان شاء الله. دايما منارات، لان دي منارات مصر، دي قوه مصر الناعمه، القوه الثقافيه والقوه الفكريه والقوه الرياضيه دي اللي بتبني العقول، دي اخطر واهم من اي ادوات اخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعنا مع حضراتكم جانب من هذا الاحتفال وحفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا، وطبعا واحد من كبار المسؤولين سابقا في وهذا الحفل اللي تابعنا جانب منه قدمه الكابتن أحمد شوبير وهو مشارك معهم في هذا الحفل وقام بالتقديم، وأيضا تحدث واستمعنا إلى كلمة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن السلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وكان في أكثر من إشارة كمان لمبادرة الأهرام الرياضي بقيادة الناقد الرياضي الأستاذ محمد شبانة، أنه هو صاحب المبادرة حسب تصريحات الأستاذ عبد المحسن سلامة، وأن هو اللي طرح عليه هذا الأمر أو فكرة تكريم الرموز أو من قدمه وكل من له رصيد من العطاء داخل مؤسسة الأهرام. الأمر طبعا بيسعدنا ومتابعتنا عبر شاشة قناة الأهلي لنجاحات أبناء النادي الأهلي ورموزه وكل المنتمين لهذا الكيان النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، فكل التكريم وكل التحية والتقدير للكابتن حسن حمدي، وبتسعدنا طبعا نجاحاته ونجاحات كل أبناء النادي الأهلي. أمر آخر مهم كمان يعني جدير بالذكر، أنه الأمر اللي أشار إليه في ختام هذه الكلمة الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة أمر بالغ الأهمية، هو التكاتف بين المؤسسات المصرية، التكامل، البحث عن مصادر ونقاط القوة في كل مؤسسة مصرية ثقافية وفكرية واقتصادية ورياضية، هيخلينا نتكامل، هيخلينا نتطور ونتجه للأفضل في كافة المجالات، ولا نحتاج إلى أحد، وإن احتاجنا إلى أحد يكون دائما أبدا بالرؤية التي تناسب المجتمع المصري وتناسب رغبات المصريين ومزاج المصريين وبالشكل اللي يؤدي إلى نهوض الوسط الرياضي والمجال الرياضي والكروي في مصر، بدلا من الدخول في مشاحنات أو صراعات أو مهاترات لا حاجة لنا بها أو لسنا في حاجة إليها على الإطلاق، بقدر ما نحن نحتاج إلى أن نبحث عن الأفضل. تعليق حضرتك على المشهد اللي شفناه كابتن فتحي نصير وعلى تكريم الكابتن حسن حمدي. الوفاء ده نوع من أنواع الوفاء، التقدير، الاحترام، لأن دايما يقول لك اللي ملوش كبير بيدور له على كبير. فإذا كان حسن حمدي قدم للأهرام في خلال عمله فترة طويلة عدة نجاحات كبيرة، كما قدم للنادي الأهلي كرئيس للنادي الأهلي، كعضو مجلس إدارة، كأمين صندوق، كمدير كرة، ككابتن فريق، كمدافع للنادي الأهلي، مش مدافع في القضاء، المدافع كان بيلعب في خط الظهر. كل الحاجات دي كلها بتبين ان لازال في مصر بعض، لازال يعني مش عايز ألغي بس أرجو انها تكتر، الوفاء والحب للعطاء وللمخلصين ولمن قدموا لمصر، لازم ان انا اقول لهم. واهم حاجة انك تقدم لواحد في حياته، ما تقدم، لان احنا دايما عادة الرموز اللي عندنا بنحتفل بيهم بعد وفاتهم، فربنا يديله طولة العمر. كابتن حسن حمدي قدم كتير في المجال الرياضة، قدم كتير في الأهرام وفي كل عمل
وكلالي. طيب هكمل في الدقائق القليلة جدا، يمكن معنا حوالي 4 أو 5 دقائق كابتن فتحي نستمتع فيهم بحديث حضرتك. حضرتك كنت بتتكلم عن ثقافة اللاعبين، ازاي يتعامل بثبات انفعالي خلال المباراة نفسها. خلينا نسمع تعليقات سريعة من حضرتك في الوقت القليل المتبقي عن توقعاتك لمباراة الغد، مباراة مهمة جدا في السيمي فاينل أو قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي على ملعبنا بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري. شايف الأهلي إزاي في مشوار الأفريقي وفرص الأهلي إن شاء الله في الفوز في المباراة غدا إن شاء الله؟ لا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن اللعيبة المجموعة الـ 11، لأن هو إذا كان الأهلي عنده 25 فالمدرب بيختار منهم 18، ثم من الـ 18 بيختار 11، والـ 11 بيلعبوا ويبقى عنده 3 بدلاء ممكن يستبدل منهم. ده السيناريو بتاع أي مباراة. فرجاء ان الروح تبدا من ايه؟ ان انا لو ما كنتش من ضمن ال 18 انا ما ازعلش، لان انا ضمن انا جزء من النادي الاهلي. ولما بقيت من ال 18 ولما يختار 11 السبعه اللي هم بدلاء برضو، لو كانت النفوس كويسه النيه كويسه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ان شاء الله. هيكرمنا لان احنا بنتعب وقلوبنا على قلوب بعض. الفرقه بقى لها شكل دلوقتي، بس المطلوب من الفرقه ان احنا نمرة واحد الالتزام 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 بكل كلمة بيقولها لنا مدربنا، خصوصا عند فقدان الكرة. فقدان الكرة يعني الكرة مع الخصم، ما هو الدور الدفاعي بتاعي عشان أضمن النتيجة لسه 0-0. ثم التركيز في أن أنا لا أفقد الكرة. ما أفقدش الكرة يعني إيه؟ يعني أن أنا أحافظ على كرتي وأن أنا أوصل لمرمى الخصم وأن أنا يكون عندي تركيز ويكون عندي طموح ان هذه المباراه هتوصلني نهائي افريقيا. وانا بعتبر المباراه دي اصعب من اللي جايه، لان هي المباراه دي يمكن من كتير احنا ما بقناش فرق جزائريه ما لعبناش كتير، لكن انا واثق بامر الله ان شاء الله ان الفرقه بكره مطمئن متفائل بالمستوى. أنا متفائل يعني خلاص اللعيبه عرفوا الصح وعرفوا الغلط. نعم. يعني الماتش اللي كسبنا فيه 4، ثم رحنا لبنان رغم ان لبنان فريق محترم فريق نجمه من الفرق الكبيره، تعادل في مصر 0-0، فاللعيبه عندهم المقارنه، طب ليه تعادلنا 0-0 وليه هنا كسبنا؟ لان هنا ما كناش مش محترمين الفرقه اللي قدامنا، مش محترمينهم يعني انهم وحشين، لا يعني مش مقدرين الفرقه اللي قدامنا. الكوره لا تعترف الا بالعطاء، لا تعترف الا بتنفيذ الواجبات اللي عليا، فطالما انا عملت الحاجات دي كلها سهل جدا ان انا اكسب. احنا بنسعد بوجود حضرتك معانا دايما على شاشه قناه الاهلي، وبعتذر لو الوقت ما كانش كافي ولم يتسع لكل ما يمكن ان نستمع اليه من خبرات الكابتن فتحي نصير اللي بنتشرف بيها دايما وجودها معانا على شاشه القناه، واللي دايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا عشان نسمع ارائك في كل الاتجاهات بالشكل الامثل. بس عايزين حضرتك توعدنا بلقاء اخر قريبا ان شاء الله. ان شاء الله انا ملك النادي الاهلي وفضل النادي الاهلي على بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا كبير. يعني لو لم يكن هناك نادي اهلي ما كانش يبقى هناك فتح نصير، لان النادي الاهلي هو صنعنا، صنعنا بس صنع كل الاجيال الموجوده دي، كل اللي هم بيتكرموا دولت وكل الموجودين رؤساء النادي دولت كلهم، فيعني لصالحهم مين؟ صنعهم النادي الاهلي. وانا بتذكر برضو حاجه بختمها لما بقول لهم يوم 28 سبتمبر 1970 قدمت الخطيب للنادي الاهلي، ان انا جبته ودخل النادي الاهلي لاول مره في حياته كلاعب كان 28 سبتمبر. 28 سبتمبر 2018 اتعمل اول نظام لنا او اللائحه اللي معموله، لائحه النظام الاساسي، لائحه التنفيذ من 1919 يعني ساعه زغلول ما كانش في هناك لائحه للنادي، كان في لوائح بس هذه اللائحه مش زي كده، زي ما اشار الكابتن الخطيب انه بعد 99 سنه بالظبط. هذه علامات واحنا بنقدم النادي الاهلي. فلما حضرتك بتقول لي اوعد، انا ما اقدرش اوعد، انا انفذ، لان بنفذ المدير. انا اسعد بتلبيه حضرتك لدعوتنا قريبا ان شاء الله، وفريق العمل زملائنا هينسقوا مع حضرتك لوجودك معانا، وبنتمنى تكون موجود معانا ومشارك معانا بشكل دوري دايما. ده اعتقد يسعد كل المشاهدين ومتابعين حضرتك من خلال ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا الكابتن فتحي نصير نجم الرياضه وكره القدم المصريه السابق والمحاضر والمراقب في الاتحادين المصري والافريقي، وايضا صاحب الخبرات والمشاركات الدوليه والمدرب السابق في النادي الاهلي والمنتخب الوطني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا نهايه هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره
في الأهلي الليلة بعد الفاصل، حديث عن التطوير اللي بيحصل في فريق كرة السلة، الفريق الأول، أبطالنا اللي بنتوقع منهم الكثير هذا الموسم، وإضافات على الفريق وتجهيز للاعبين بالشكل الأمثل. هيكون معنا من نجوم الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي مودي الجرحي، هيكون نجم هذا اللقاء مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. فاصل ونعود. مساء الخير على كل جمهور الأهلي، مساء الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي. بعد الحديث الجميل بين الأستاذ محمد الجندي والكابتن الكبير العظيم الكابتن فتحي نصير وحديث عن كرة القدم، دلوقتي نستكمل الحديث مع نجم آخر، نجم من الألعاب الأخرى، نجم كبير، نجم تربى جوه النادي الأهلي، جوه جدران النادي الأهلي، عاشق للنادي الأهلي منذ الطفولة، نعتبره من جماهير النادي الأهلي، نعتبره اعتبارات كتيرة. تقدمته تقديمة صعبة جدا، لأنه هو ماشي في الطريق بيشور النادي الأهلي، بيحب النادي الأهلي رأسا وعقب، كابتن الفريق أو من أحد كباتن الفريق دي في كرة السلة، نجم كبير، نجم عظيم، الجماهير كلها الأهلوية بتعشقه لأنه متواصل تقريبا مع كل الجماهير الأهلوية. معانا ومعاكم كابتن مودي الجرحي في أول ظهور تلفزيوني لي. كابتن مودي مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، انا طبعا يشرفني ان اكون مع حضرتك النهارده لايف، اول ظهور ليا ممكن يكون في حياتي اصلا، فدي حاجه تشرفني جدا. ما صدقتش ان ده هيكون اول ظهور ليك في حياتك، بس احلى حاجه ان اول ظهور يكون على قناه الاهلي. طبعا والله انا ممكن يكون الحته دي ممكن يعني بكسه شويه فيها او مش بحبها قوي بصراحه، بس طبعا لما عرفت ان حضرتك موجود والله ما ترددتش، يعني الحمد لله جيت معاك. انا سعيد جدا جدا ان انت تكون معايا النهارده، نجم كبير، نجم عظيم، فعلا اثريت ملاعب كره السله بناس الجماهير بتعشق مودي الجرحي. تقول الجماهير العظيمه دي؟ والله كنت خير حضرتك، زي ما حضرتك عارف احنا في النادي الاهلي انا متربي وانا عندي مثلا 30 جوه النادي الاهلي بالظبط، فالحته دي بتبقى عند جمهور النادي الاهلي في حتى يعني حته زياده كده للي بيتربى جوه النادي، حتى هو بيقول على اي حد في الحته دي ابن النادي بالظبط. فانا ما كنتش بتعامل ان انا لعيب باسكت خالص، انا طول عمري كنت بتعامل ان انا يعني مشجع درجه ثالثه في النادي الاهلي، بروح الماتشات وانا عندي 7-8 سنين. دي حقيقه، كنت طول عمري مثلا دوري الكوره بالنسبه لي اهم من دوري الباسكت حتى بقى يعني بتاعي انا شخصيا، فالموضوع كان بالنسبه لي اكني واحد من الجمهور، عشان كده ممكن يكون الحته دي جت يعني الحب ده عن طريق الحته دي. يعني كابتن مودي لما بدايتك كانت في نادي باسكت ولا كان بدايتك كره قدم؟ لا انا كنت بلعب يعني وانا عندي 8-9 سنين بلعب باسكت كويس. رحت اختبرت كوره كويس ونجحت على فكره في كوره، وساعدوني مع مواليد اكبر مني بس انا ما كنتش يعني انا كنت بلعب باسكت وعمري بحبها يعني عشان اختي واخويا كانوا بيلعبوا بس، فقلت خليني في ايه في اللي اعرفه يعني. لو رجع بيك الزمن لورا ترجع تلعب كره قدم؟ بس انا بحب الباسكت برضو بس يعني بحبها جدا، بس طبعا الكوره حاجه تانية، بس الباسكت انا بحبها طول عمري صراحه وانا عندي 7-8 سنين. يعني كابتن مودي قول لنا دخلت ملعب كره السله ازاي؟ وصلت ازاي لملعب كره السله؟ والله كابتن خالد هو الموضوع كان اختي كانت هي الوحيده اللي بتلعب باسكت فينا، بعد كده احمد دخل بعديها، انا كنت بروح كده عيل صغير يعني في النادي بقعد اعمل دريبل، بقعد اتمشى في النادي، بقعد اشوط على الباسكت، كنت لسه عيل صغير يعني. ففي ساعتها احمد كان ماسكه مدرب كابتن سامي مصطفى طبعا اللي مربيني تمام، فهو يعني شافني حتى كده كان بياخدنا يمرني معاهم وخلاني العب ماتش وانا عندي 7 سنين مع فرقه احمد هو اكبر مني ب6 سنين. خلاني والله 13 سنه وانت عندك 7 سنين خلاني دخلني غصب عني، دخلني ماتش غصب عني فمن الحته دي ساعتها بقى حسيت ان انا ممكن اخش في الباسكت، فالحمد لله دخلت يعني من ساعتها في الباسكت الحمد لله. كابتن مودي الجرحي دلوقتي طبعا الباسكت حاجه مختلفه، الجماهير ليك علاقه بيهم قويه جدا، علاقه حب وعلاقه وطيده، لكن فرقه كره السله في النادي الاهلي اخبارنا ايه الموسم ده بعد الانضمامات الكتيره اللي حصلت لفرقه الاهلي؟ والله يا كابتن خالد انا بشوف فرقه الباسكت السنه دي ان شاء الله احنا يعني ناويين باذن الله نعمل اللي علينا، طبعا انا مش بقول لحضرتك ان احنا هنكسب كل البطولات، احنا هنموت نفسنا في كل البطولات، الناس لازم تبقى فاهمه بس ان الباسكت غير اي لعبه ثانيه، الباسكت المنافسه فيها كبيره جدا حتى في افريقيا وفي العرب في كل حته، الباسكت ناس يعني الناس كلها بتلعب باسكت، احنا السنه دي جبنا 4 صفقات غير المحترف خيص. طبعا صفقات كلها كبيره طبعا، وطبعا بس خلي بالك 4 صفقات ومحترف محتاجه تجانس يعني ماتشات كتير عشان يخشوا في وسط الفرقه، يعني هي القايمه 14 لعيب ولا 15 لعيب، فخمسه كتير من على 10، ف
فادينا هو يعني هو حتى الفرق دلوقتي في تنزانيا كده لسه دي في تصفيات كده في الاول وعندنا بعديها حاجات كتير بس ان شاء الله بنعود الجمهور ان احنا السنه دي هنموت نفسنا عشانهم يعني. طب قول لنا لو رحنا لتنزانيا ورحنا للتصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الانديه مظبوط احنا كنا اخر بطوله انديه احنا واخدينها ولا خدنا الافريقيه؟ احنا خدنا واحده بعد كده راحت تونس مره بعد كده دي بقى اللي بعديها دي اللي بعديها. طيب قول لي احنا التصفيات دي هتاهلنا لايه للمرحله اللي جايه اللي هي ما حضرتك بص هو التصفيات دي هتأهلنا هو لسه الاتحاد الافريقي ما استقرش هيعمله بالنظام القديم ولا النظام الجديد لو نظام قديم يبقى زي البطوله احنا الحمد لله كسبناها تمام اللي هي دوره مجمعه بيجيبوا فيها كل الفرق كويس لو نظام جديد سمعت ان هو عايزين يعملوا زي الكوره رايح جاي يعني يعمل رايح جاي لغايه الاخر يجمع اربع فرق يعملوا فاينل فور هل الفرق الافريقيه عندها الموارد الماديه عن النادي الاهلي اعتقد ما فيش مشكله لكن هل الفرق الافريقيه عندها الموارد الماديه هتصرف على الباسكت ما هي دي الحته بقى اللي هم لسه بيشوفوها يشوف سبونسر ياخد الفرق كلها ياخدهم يعني احنا بس لازم نقول لجمهورنا احنا لعبنا ماتشين ماتش مع بالزبط. تنزانيا وكسبنا 91-35 والماتش الثاني مع فريق الاثيوبي وكسبنا 113-36 الفرق كبير قوي يا كابتن ما هي المفروض تصفيات المونتير خمسة هي مش قويه صراحه بس هو في فرقتين جامدين جدا طبعا في سموحه من مصر فرقه جامده جدا طبعا وهتنافس السنه دي في مصر وفي فرقه من رواندا يعني في فرقه من رواندا برده فرقه جامده جدا برده مجنسه 2-3 امريكان وممكن في فرق من كينيا كويسه برضو بس احنا ان شاء الله يعني احسن من كينيا بس ان شاء الله يعني بس اهلي وسموحه ورواندا هم دول اقوى ثلاث فرق يعني طب كابتن مودي لازم طبعا الجمهور يعرف ان انت حضرتك ما كنتش مش متواجد مع تنزانيا عشان كان في اصابه حصلت ايه الاصابه احكي لنا عن موضوع الاصابه انا بص يا كابتن خالد بس كويس حضرتك فتحت الموضوع ده انا عايز اتكلم فيه عشان الموضوع ده من 3 سنين تمام اتفضل يعني انا جيت من 3 سنين لما اول سنه كابتن طارق خيري مسك فيها الفرقه كان المفروض اعمل عمليه كده في فتره اكيلس كويس فصراحه مجلس الاداره ساعتها خد موافقه ان انا اسافر اعمل عمليه في امريكا كويس فكابتن طارق دي كانت اول سنه ليه فهو ساعتها كان معايا في الفرقه واحد اسمه ابراهيم ابو خضره في نفس المركزيه تمام فابو خضره جاله صليبي في نهايه الموسم اللي كابتن طارق جه فيه فما كانش فيه غير انا وفي واحد تاني معانا اسمه كريم الدشان بيلعب في مركزي ومركز تاني يعني مش مركزه الاساسي بتاعي تمام فكابتن طارق اتكلم معايا ان هو يحاول يشوف علاج يعني حاجه مؤقته حاجه جلسات ان انا احاول اجي على نفسي فيها عشان الموسم اللي انا ما لعبتوش كان هتبقى ايه هتبقى مشكله في الفرقه كويس انا والله العظيم ما فكرت لحظه انا حتى ساعتها مع اني كنت ممكن اعرض نفسي خطر كبير بالذات في الاكيلس ده فانا ساعتها يعني خدت مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الفرقه على الموضوع ده ورحت حتى عملت جلسات فعلا وكنت عندي احساس كده ان ربنا طالما انا هضحي بكده انا حاسس ان ربنا هيكرمني فعلا مش يعني حاسس ان انا هعمل حاجه في الموسم ده حتى وانا مصاب كويس حتى الموسم ده احنا عملت موسم كويس قوي وخدنا فيه الدوري حقيقة خدنا الدوري حقيقة جينا السنه اللي بعديها نفس الكلام كل سنه اقول هروح اعمل عمليه وبحس ان احنا السنين دي هنكسب فيها فانا كلاعب بحس ان مش قادر اروح اعمل عمليه واسيب الفرقه بتكسب كده انا لو ب 5% من قوتي عايز العب باي طريقه انا عارف انت ربنا انا اقول لحضرتك ده حتى في موقف احكي لك انا عارف انا في موقف حاجه حضرتك السنه اللي فاتت كنا في اول التمرين اول فتره الاعداد وقعت على ركبتي كده وقع حصل شرخ صغير في رجلي فكنت محتاج اجبس بتاع شهر فجبست شهر فعلا والفرقه كانت بتلعب اول ماتشات في الدوري المرتبط فعندنا مهند الصباغ كان معايا اتصاب في الماتش ده فانا كنت لسه فاجئ الجبس في يوم الماتش فقبل ما افك الجبس لازم ااهل شهر بعديها لازم تقعد شويه عشان ركبتي تبقى خاسه ولازم ما تتنيش وكده انا عايز اقول لحضرتك ان انا تاني يوم لعبت ماتش اقسم بالله الكابتن طارق خيري جه سالني قال لي تقدر قلت له والله ما اعرف انا اول مره في حياتي اتحط في مخزن ما كنتش قادر ما بيتنيش رجلي كلمه الدكتور قال لهم لو ما ينطش بس ممكن يجري عايز اقول لحضرتك ان انا لعبت ساعتها ماتش سموحه بعديها ماتشين سبورتنج بعديها ماتشين جزيره من احسن ماتشات حياتي وكسبنا البطوله دي الحمد لله يعني الحمد لله فانا الحته دي موجوده فيا في ناس بقى تقعد تتكلم تقول لك اصل عنده اصابه مزمنه اصل هو مودي مصاب على طول مصاب لا انا الحمد لله لعبت في النادي الاهلي 13 موسم 10 مواسم الحمد لله ما فيهاش اي حاجه خالص انا كان على الدرجه الاولى الثلاث مواسم الاخرانيين انا كان ممكن لو انا واحد بفكر في نفسي انا كان ممكن اعمل العمليه اول سنه بس انا طبعا اهم حاجه عندي انا والله ما بقولها كده اهم حاجه عندي ان جمهور الاهلي شفنا بيكسب عشان عارف هم الحته دي بالذات تبقى فرقه معاهم جدا ان الباسكت يكسب فانا حبيت بس اتكلم في الحته دي عشان ما حدش هيقدر يزايد على مودي الجرحي في اهلاويته تاكيد أنا فاللي يتكلم يعني انت عارف برده يعني مش لازم كنت خايف الكلام بيطلع له اصابه مزمنه وهو انا ما تعالجتش اصلا عشان تبقى اصابه مزمنه انا ممكن اروح اتعالج الاول اما ترجع لي تاني نتكلم في حاجه زي دي بس في ناس بقى انت على طول مصاب لا انا لعبت 13 موسم 10 منهم الحمد لله ما فيش اي حاجه الثلاث مواسم دي انا باتفاق مع كابتن طارق عشان هو كابتن طارق ناسي ماسك وكمان ايه مهند صباغ نفسه كمان جاله صليبي يعني من ثلاث سنين يعني في ثلاث سنين كابتن طارق مسكنا منهم سنتين ابن مكرين اللي معايا كل واحد فيهم جاله صليبي فانا كمان اكيد مش هبيع الفرقه انا كمان يعني انا ما اتعودتش على كده طول عمري في النادي
دي انت مستحيل تبيع. اه يعني والله حضرتك والله فعلا يعني انا لو رجلي هيحصل في ايها يعني انا عارف هلعب يعني. طبعا انا متاكد من ده وواثق من ده بالذات ان كابتن هند الجارح بيقول لك معجون نادي الاهلي. عشان كده حتى السفريه اللي فاتت دي كابتن طارق اتكلم معايا فيها. قال لك ايه كابتن طارق خيري قبل السفريه دي؟ ما هي المفروض انا هي مش موضوع اصابه. انا كنت عملت الجلسات اللي انا بعملها كل سنه دي كويس خلصتها ونزلت التمرين. هو طيب. شايف ان احنا في تصفيات افريقيا بعديها دوري مرتبط بعديها بطوله حريري بعديها دوري مرتبط بعديها بطوله افريقيا بعد كده كاس بعد كده دوري بعد يعني عندنا موسم متلاحم. اه فهو شايف ان انا لو لعبت كل الحاجات دي وانا لسه ما كنتش لسه جاهز بدنيا برده اللي هو اللي راجع على طول. فهو بيقول لي انا شايف انا خايف على رجلك وان الموضوع انت تجهز هنا انا احسن لك. هو كانت وجهه نظره كده يعني. فانا اتكلم معايا فانا اتفقت معاه على كده ان انا اقعد اجهز هنا خصوصا هي الماتشات هناك زي ما قلت لحضرتك هي مش هتبقى قويه قوي يعني ان شاء الله. هو بس هم ماتشين وباذن الله نكسبهم يعني. فانا شايف ان احسن لي انا كده وبناء على كلام كابتن طارق يعني عملنا كده يعني. كابتن مودي قول لنا كده لو رجعنا بالتاريخ لورا في تاريخ كابتن مودي الجرحي ايه احلى بطوله مع مودي الجرحي خدها مع النادي الاهلي؟ انت في الدرجه الاولى طيب؟ اه طبعا. اصل هي في هم بطولتين صراحه مش بطوله. اتفضل. ممكن تكون اول بطوله دوري عام خدناها في 2011 دي مع كابتن اشرف توفيق عشان ما كنتش لسه ساعتها خدت ولا دوري خالص. خدت كاس وخدت مرتبط بس كنت يعني الدوري ده بالذات ليه طعم تاني خالص. والدوري في الباسكت بيبقى صعب جدا جدا جدا. هو لازم اقول لك الدوري الباسكت صعب ليه؟ الاهلي اهلي زمالك اتحاد جزيره سبورتنج وغير بقى ان في سموحه والجيش كده خمس فرق. سموحه والجيش كده سبعه والجيش. اه بالظبط. فالموضوع في حقيقه هو اقوى دوري بره الكوره يعني سبع فرق بالظبط كتير قوي. طايره برده فرقتين ثلاثه اللي هنزلوا فرقتين ثلاثه لكن فعلا سبع فرق كتير قوي المنافسه كبيره. ففي الدوري بتاع 12 ده كان اول دوري فده تحس ان هو كان يعني حاجه يعني بصراحه كنت فرحه مش طبيعيه. ممكن يكون بقى الثاني بطوله صراحه مع كابتن طارق خيري الدوري اللي خدناه برده اللي هو خدناه من بالظبط من سنتين. الناس كلها كانت بتتكلم علينا ان احنا ساعتها كان لسه طارق غنام مش من النادي الاهلي بيلعب في الجزيره. فالناس كانت برده بتربط حته ان النادي الاهلي من غير طارق غنام مش هيكسب خالص. هو طارق غنام طبعا هو تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي كابتن كبير طبعا. هو شفته انت شفته وبعد كده لعبت معاه؟ اه كنت انا في المرتبط بتاعه. انا هو كان بيلعب دراجون وانا في المرتبط. بعد كده لعبت معاه بقى لعبت معاه الحمد لله بتاع 7 8 سنين. فالناس كلها كانت بصلنا يعني السنه دي ان احنا مش هنكسب فرقه ضعيفه هتاخد خامس سادس. احنا ما اتكلمناش خالص احنا اتمرنا وعملنا اللي علينا. حتى كابتن طارق بيقول كده يعني. فلعبنا نهائي كاس مصر فحسينا ان احنا مش بعيد. خسرنا من سبورتنج فريق باسكت لعبنا دوري مرتبط نفس الكلام برضه خسرنا فريق 3 4 بوينت من الاتحاد. جه بقى ربنا وفقنا في دوري السوبر اللي هي البطوله الاكبر اصلا هي نفسنا كسبناها. فدي بطوله برضه كانت فرحه ان الناس تغير الفكره ان لعيبه الباسكت حتى لو انتوا شايفينهم الفرقه مش قويه الحمد لله قدرنا نغير المفهوم ده وكسبناها الحمد لله. فدول اكتر بطولتين بصراحه اكتر بطولتين عندك في تاريخ مودي الجرح. اه بالظبط. قول لي كابتن مودي ازاي الفرقه استعدت للتصفيات الافريقيه اللي جايه بالذات اللي انت بتقول لي انت طب دي واحده بس هنوصل بس نطلع بس الفاصل لحفل تكريم كابتن حسن حمدي والكلمه الكابتن حسن حمدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، سيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ محمد شبانة عضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، السادة والسيدات الحضور. الحقيقة يعني أنا بشكر كل واحد جه النهاردة والحقيقة مش عارف أقول إيه بعد اللي سمعته ده كله لكن أنا بعتز بالوقوف أمامكم لأنير تكريم مؤسسة الأهرام التي قضيت فيها أكثر من 36 عاما كانت أجمل وأهم سنوات العمر. أنا سعيد جدا لما قدموا لي الأهرام وما قدمت له وبكل معاويني والمساندة التي حصلت عليها داخل المؤسسة. يتم تغيير شكل ومفهوم الإعلانات والتسويق الإعلاني في مصر على يد وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام.
الحقيقه لازم اعترف بالفضل لبدايتي داخل الاهرام وقيادات اللي وقفت جنبي تسلمني داخل الاهرام على راسهم المرحوم استاذ ابراهيم نافع. بشكر كل الناس اللي تعاونوا معايا علشان نوصل للأهرام لقمة أو وكالة الأهرام للإعلان لقمة الإعلانات في المنطقة العربية، وبالتالي يوصل للأهرام لأقوى قوة إعلانية وتحريرية على مستوى الشرق الأوسط كله على مستوى أفريقيا. تسعدني أيضا بهذه المناسبة أني ابتدى التسويق الرياضي بدايته في وكالة الأهرام للإعلام وتطور وأصبح مش عارف أعبر إزاي، لكن أصبح إحدى السمات المميزة للتسويق بمفهومه الحديث والخاص بالرياضة في مصر والرياضة في العالم. كل دوت كان السبب الأساسي بتاعه هو مؤسسة الأهرام اللي إحدى إدارتها وكالة الأهرام للإعلان وإعلانات الأهرام. الحقيقة مشوار داخل الأهرام مشوار طويل ما يقرب من 37-36 سنة، قابلت فيه أو لقيت فيه كل حاجة حلوة، حب زملاتي داخل الأهرام وحبي وتفانيهم معايا للأهرام كأهرام وكمؤسسة، وهو ده سبب نجاحنا ونجاح مؤسسة الأهرام إعلانيا على مدار هذه السنة. شكرا، مش عارف أعبر أكثر من ذلك. شكرا لحضوركم جدا وتشرفكم جدا، وأنتم شرفتوني النهاردة، وأنا سعيد أن ألاقي هذا الكم من الناس والشخصيات مختلفة من جميع الفئات. بشكر مؤسسة الأهرام، بشكر مجلة الأهرام أو الأهرام الرياضي، وبشكركم جميعا على الحضور. شكرا جزيلا. زي ما احنا كنا شايفين على الشاشة دلوقتي، دي كلمة كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق من خلال حفل تكريمه من مؤسسة الأهرام اللي قعد فيها 36 سنة، عمر كبير. كابتن حسن حمدي تاريخ كبير كرئيس النادي الأهلي، فعلا حاجة عظيمة، حاجة مشرفة. هي دي كلمته في حفل تكريم مؤسسة الأهرام. هنرجع للكابتن مودي الجرحي. كابتن مودي الجرحي وتكريم كابتن حسن حمدي وكلمه من الكابتن حسن حمدي في من خلال حفل تكريم مؤسسه الاهرام، تقول لي الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي طبعا ده تاريخ كبير طبعا، يعني مفيش كلام يوصفه صراحه. هو راجل قضى حياته كلها جوه النادي الاهلي، كان من اعظم الرؤساء في تاريخ النادي الاهلي، فده طبيعي يبقى ليه تكريم في كل حته صراحه. هو ادى فيها وهو ادى مؤسسه الاهرام كتير صراحه، وادى النادي الاهلي كتير، فده ده امر طبيعي طبعا. كابتن حسن لازم يتكرم طبعا. طيب كابتن مودي، لو رجعنا شويه وقلنا ان الفرق الموجوده والتواجد في الفرق في البطوله الافريقيه، قلت ايه للفريق للعيبه وانت حد مؤثر جدا في الفريق، قلت لهم ايه قبل ما يسافروا؟ والله كابتن خالد، هي زي ما قلت لحضرتك، هي التصفيات المونديال الخمسه دي احنا عارفين ان هي يعني مش قويه جدا، بس في فرقتين لازم ناخد مفاجات ممكن بالظبط ممكن. بس انا بقول حاجه، في فرقتين لازم احنا ناخد بالنا منهم، هم مسموحه وفرقه رواندا، خصوصا ان هم بيقول لك اللي هيصعدوا لسه الاكيد اثنين وفي نفس الوقت احتمال ثلاثه. تمام، احنا بنتكلم مع بعض كلاعيبه ان احنا مالناش دعوه ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا رايحين عشان ناخد الاول، على اساس انه مش هندخل نفسنا في اثنين ولا ثلاثه ولا الكلام ده. هو النادي الاهلي طول عمره بيفكر في رقم واحد. انت لو فكرت انت عايز تاخد المركز الاول، مالكش علاقه بقى مين يصعد اثنين ولا ثلاثه، مالناش دعوه. فاحنا لازم ناخد بالنا برده في الماتشات دي عشان محدش ضامن حاجه، برده حاجه عارف البلاد الافريقيه والحكام هناك والحاجات دي بتبقى المواضيع صعبه. بس احنا يعني ان شاء الله باذن الله الفرقه قدها باذن الله، يعني يا رب. احنا عدينا ماتشين ونقص لنا كام ماتش في اللي جاي؟ احنا فاضلنا بالظبط ماتشين في المجموعه كمان. كويس، بعد كده هياخدوا اول اربعه، نلعب بقى دور الثمانيه. كويس، بعد كده دور السيمي فاينل والفاينل، يعني الاول نظام دوري وبعد كده بننقل لنظام الكاس. بالظبط كده. احنا اللي لو مشيت مظبوط المفروض نقابل الناحيه الثانيه فيها سموحه ورواندا. هي لو مشيت عادي يبقى في يعني دور الثمانيه هيبقى ماتش سهل، يبقى رابع مجموعه ان شاء الله باذن الله، رابع مجموعه الناحيه الثانيه. هيجي دور الاربعه بقى، هو اللي ممكن يبقى رخم شويه. الكسبان بقى، الكسبان من فرقه سموحه
ورواندا ده خلاص هيلعب على الفاينل، احنا هنلعب الخسران منهم. يعني خسران من سوحة ورواندا هنلعبه. كابتن طارق الغنام وتواجده ككابتن فريق جوه النادي الاهلي طبعا قيمه كبيره، اسم كبير، علم من اعلام كره السله في مصر. قول لي لما رجع مره ثانيه قلت له ايه؟ لا طبعا احنا كلنا كفرقه كنا عايزين نرجع صراحه. يعني طارق الغنام ده انا بالنسبه لي هو اعظم لاعب في تاريخنا الاهلي يعني طبعا. هو لعيب كبير وكان نفسنا ينهي حياته جوه النادي الاهلي، ما ينفعش برضه طارق غنام ينهي حياته بره النادي الاهلي. دي حقيقه باي طريقه ما ينفعش. يعني هو لازم طارق غنام يجي النادي الاهلي يبطل في بيته ان هو هيكمل بعد كده في النادي الاهلي، هو مش هيبعد عن النادي الاهلي. فاحنا لما رجعنا دي بصراحه كان هو كمان طارق احنا بنحبه كلنا جدا يعني، فكانت حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا. وحتى كلنا كنا بنتكلم معاه في السنه اللي هو في الجزيره دي كلنا بنتكلم على ان انت هترجع يعني، حتى بنتكلم على الكوتش بنتكلم على الناس كلها كنا عارفين انه هيرجع خلاص يعني. الموضوع ما كانش مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا وهو بيلعب مع الجزيره احنا كنا عارفين ان شاء الله والسنه اللي بعديها هيبقى معانا يعني. انت كنت واحد من الناس اللي مصممين ان طارق غنام يرجع؟ اه طبعا لازم. قول لي ليه اسم شهره طارق غنام اعتقد صح؟ كده بلاش؟ لا بلاش ده. بلاش اسمه. طب ودي قول لي بعد كده يعني ان شاء الله في اللي جاي بعد المرحله اللي احنا التصفيات الافريقيه هنخش على مرحله الدوري والمنافسه سبع فرق، شايفها ازاي السنه دي بعد تغييرات كتير؟ انا شفت من خلال الاخبار اللي بتطلع في محترفين كتير يعني حصلت انتقالات كثيره بين الانديه دول. بص كنت خالد زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، المشكله ان المحترفين دي بتبقى موجوده يبقى اي ماتش جامد ما فيش يعني ما يبقوا امريكان، فالموضوع ان حاجه في المستوى الامريكان بيبقى طبعًا. حاجه كبيره فمفيش ماتش سهل دلوقتي. الموضوع كله يعني عندك اهلي مع محترف، الزمالك مع محترف، جزيره، اتحاد، سموحه، الجيش جامد، مصر التامين حتى جامده، سبورتنج جامده. قول لي الفرق دي جايه فلوس منين؟ اشمعنى الباسكت يعني؟ والله غير الطايره غير الهاندبول يعني. الموضوع الدوري جامد جدا السنه صراحه دي حقيقه يعني. اللي هيكسب ده اللي هو لازم يبقى عنده نفس طويل وفرقته ال 15 زي ما قلت لحضرتك عندنا ماتشات كتير جدا وبطولات كتير جدا ورا بعض. فاللي هو هيبقى ال 15 لعيب بتوعه جاهزين انا شايف ان هو ده اللي هيكسب. هو برده مش محترف لوحده هيلعب، هو لازم يبقى لعيبه مصريين برده في حالتهم يعني موفقين. فهو دوري صعب بصراحه بس يعني ان شاء الله احنا نموت نفسنا عليه ان شاء الله. لازم نقول للناس ما شافوش لسه المحترف الامريكاني، عارف الجماهير متابعه كل الرياضه المصريه، لكن اخبار المحترف الامريكاني بتاعني كوينتن بص اخباره ايه في وسط الفرقه؟ ما انا هقول لك حاجه بصراحه، هو لسه داخل معانا قريب كويس. مش سهل انت محترف دي يعني، هو لازم هو بيلعب اكتر تريات على الحلقه، هو اللي بياخد الكوره اكتر، بيبقى هو برضو الناس بص عليه، الناس تيجي تتفرج على التمرين عشان عايزه تبص المحترف كويس ولا وحش. فهو بيلعب تحت الضغوطات برضو، الناس متخيله انها سهله لاي حاجه صعبه جدا. هو ابتدى يخش واحده واحده دلوقتي مع الفرقه صراحه يعني. وكمان برضو اللي مش يعني اللي مش مدينا برضو اللي احنا نحكم عليه فرصه نحكم عليه قوي ان الماتشات لسه ما دخلتش مش جامده لسه. الماتشات لسه في الحاجات العاديه، شايف ان دي في مصلحته الماتشات التدريجيه دي في مصلحته يخش جوه الفريق. بس احنا بقى احنا عايزين ندخل واحده واحده عشان نبقى في الاخر برضو احنا عايزينه في الماتشات الجامده يبقى موجود. فممكن تكون اول اختبار هيبقى ليه اللي هو في سموحه هناك او رواندا، بعد كده احنا هنرجع ان شاء الله يبقى عندنا جزيره. فانا شايفه لعيب كويس وصراحه وهو ماشي مع الفرقه يعني، مش شرط ان احنا نجيب لعيب يدي له الكره يلعب هو. طبعًا. احنا سيستمنا مش هينفع كده معاه، مش هينفع. لازم انتوا لعبه جماعيه، لعبه جماعيه، وكمان فرقه الاهلي فيها لعيبه كمان كتير نجوم. فمش هينفع انت بتدي كره للمحترف وهو الوحيد يلعب، هو اللي يرميها على الباسكت انت ثلاثه بوت ما ينفعش. فهو ماشي مع اسلوبنا يعني. فانا متوقع ان شاء الله في الماتشات الجامده هو هيبقى كويس جدا فيها ان شاء الله يعني. لكن انت شايف ان هو قدر يتداخل جوه بدا طبعا جوه فرقه الاهلي؟ بدا طبعا. كابتن مودي قول لنا كده، دايما في سؤال بيروض دايما النجوم يعني، كان مين مسك الاعلى في كره السله؟ مسك الاعلى في احمد ولا ايه؟ انا وانا صغير على فكره انا كنت لسه بقول يعني احمد الجرحي هو اخويا طبعا، انا والله مش بقول كده عشان اخويا. هو كان لعيب جامد جدا 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 يعني، ممكن كان احسن مني صراحه برضه. نصيب بالظبط، هو حظه ان هو طلع على كابتن طارق خيري، كان برضه في عز فورمته وكان لعيب كبير جدا. صح، وكان كابتن اسلام علي برضه نفس الكلام، كان لعيب كبير جدا برضه في مدربينك دلوقتي. بالظبط كده، تمام. فهو ساعتها يعني انا بقول لك احمد ده لو كان كمل والله كان هيكسر الدنيا. انا كنت على طول ببص عليه بصراحه يعني. بس هو طبعا ربنا ما وفقوش في حته اللعب، بس ربنا طبعا اداله في حته التدريب الحمد لله يعني. ما شاء الله بيقول عليه اشعار. بالظبط يعني. بيقول لك ايه ده المدير الفني القادم للنادي الاهلي. مظبوط كده؟ لا مش عشان اخويا والله. طب مودي سؤال مهم جدا، احمد الجرحي بيقول لك ايه بعد الماتشات؟ بينبهك يقول لك لا عملت دي كويسه دي وحشه يعني، بيقعد ياخد يدي معاك في الباسكت ولا الكلام ده كلام مفروض؟ انا عايز اقول لحضرتك ان يعني حضرتك عارف السنه دي المفروض احمد الجرحي المفروض مع كابتن طارق ضمه للجهاز معانا السنه دي. مظبوط، ممكن يكون اكتر واحد مش هقول لك بخناقات بس كلام كتير مع بعض انا وهو. الفرق قد ايه؟ كام سنه؟ وهو اكبر مني 5 سنين. حلو قوي. فهو بيتعامل معايا ايه بقى؟ هو عايزني على طول ابقى كويس التمرين، يبقى على طول داس يعني، لو في مشكله يجي عليا انا برضه. والله ما حضرتك صراحه. هو احمد في الشغل كمان بالذات
ولا فيها اخويا ولا مش اخويا. لا يعني في القعده الجانبيه لو قعدتوا في البيت، لو قعدتوا في النادي مع بعض، لو قعدتوا في اي مكان تاني يعني قعدتوا مع بعضيه كنتوا الاثنين، ده انا بيقعد المواجهه ده. بتكون شكلها ازاي لما بوحش بيقعد يقول لي يعني. هو احمد ما عندوش حته ان هو ايه يقعد يقول مثلا انت على طول كويس، لا اما بوحش بيقول لي انت عملت كذا وكذا 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 غلط، انت محتاج تتمرن، انت محتاج تعمل كذا، محتاج تنزل شوط. يعني بيواجهني، ما عندوش حته ان ما عندوش حته ان هو يقول لك لا يعني ما يجيش عليا لا، عشان نفسيا هو بيواجهني عشان عارف ان انا شخصيتي بغل جوه نفسي يعني. ما هو بيقول لي حاجه زي دي لو انا عندي نقص في حته معينه بحاول قد ما اقدر اعملها يعني. قول لي كده في كل الفرق دايما بيكون في 2 3 هم مش هقول لك بيبوظوا الفرقه، اللي هم بيعملوا جو مختلف عن جو المنافسه والجو عندكم، مين فرق بيعمل ده؟ والله عندنا كذا واحد اصلي يعني مثلا في محمد العدلي، مؤمن ابو العينين، دول من اكتر اتنين عندهم مواهب خارجيه غير الرياضه؟ اللي هم بيهزروا كتير، هم على طول يعني هم الوحيدين بيفك الدنيا كده، من الدنيا تبقى يعني فيها تنشنه كده. هم من اكتر اتنين صراحه من في الفرق يعني اكتر اتنين. طب قول لي عدينا كل حاجه وقلنا كل الكلام ده، انت هتجدد امتى؟ تجديدك؟ ما هو انا مجدد عقدي السنه دي. السنه اللي فاتت 4 سنين. انا عايز اقول حاجه كمان، انا ما بمضيش سنه ولا اتنين جوه النادي يعني، انا على طول بمضي بالاربعه اللي هو انا مش هروح حته. وعايز اقول حاجه معلومه، انا ما فيش فرقه بتتفاوض معايا او بتتكلم معايا غير عشان عارفين ان انت مهما اتكلمت ومهما قلت هو قاعد في الاهلي، فمش هنقعد نضيع وقت. انت قاعد بالظبط. لا خليك بقى قاعد معايا كده عشان نطلع بس تنزانيا ونقول مساء الخير يا كابتن طارق. معانا تليفون من تنزانيا مهم. كابتن طارق خيري، الف مبروك على الماتشين. الله يبارك لك يا كابتن. اخبارنا ايه كده؟ ادينا رساله سريعه من تنزانيا وتقول لنا ايه وطمنا على احوال البعثه. من اول ما جينا ولا ما عندكم تفاصيل؟ لا عندنا تفاصيل طبعا، في مشكله حصلت في الاقامه معاك بس قدر كنادي اهلي استاذ محمد سراج عضو مجلس اداره قدر يتواصل ويحلها حل جذري. قول لنا بس سريعا طبعا ايه اللي حصل. احنا لا ما فيش، احنا وصلنا هنا ما فيش حد اصلا كان قابلنا هنا غير ستار سفاره. دي اول مشكله قابلتنا هنا، ان ما كانش في حد تقابلنا من اللجنه المنظمه. نعم، ما حدش استقبلك من اللجنه المنظمه؟ الو اي طارق، ما حدش استقبلك من اللجنه المنظمه تنزاني واللجنه؟ اللي قابلونا ناس من احنا هنا. تمام، هم اللي قدروا يجيبوا لنا باص، لان رحنا الفندق كان سيء جدا. يعني حاجه مشينا سبناهم من غير ما نرجع لحد، حتى ما قابلناش حد لحد الساعه 6 7 بالليل. مش لاقيين حد نتعامل معاه هنا. خدنا تعسل طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل مشكورا، انا اشوف بتعملوا ايه على ما انا متواصل مع مجلس الاداره. تمام. نقلنا فندق ثاني وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي صراحه. كويس. فندق سوبر ستار، احنا عندنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا. هايل. كابتن طوق ودكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني، بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه. تمام. كابتن طارق قول لنا الماتشات، احنا عندنا ماتشين، كسبنا ماتشين اثيوبيا وتنزانيا، عندنا مين في اللي جاي؟ عندنا ان شاء الله بكره كينيا الساعه 7:30. نادي من كينيا، فرقه كويسه من الدول المتوسطه. تعسل طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل مشكورا، انا اشوف بتعملوا ايه على ما انا متواصل مع مجلس الاداره. هايل. نقلنا فندق ثاني وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي صراحه. فندق سوبر ستار، احنا قعدنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا. كابتن طوق ودكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني، بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه يعني. طيب احنا بقول لك احنا عدينا ماتشين، عملنا ماتشين تنزانيا اثيوبيا، وعندنا ايه اللي جاي؟ بكره كينيا، بعد كينيا هنلعب مين يا كابتن؟ عندنا ان شاء الله بكره كينيا الساعه 7:30. مظبوط. نادي من كينيا، فرقه كويسه من الدول المتوسطه. تعسل طبعا بكابتن طوق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه. الراجل مشكورا، انا اشوف بتعملوا ايه على ما انا متواصل مع مجلس الاداره. نقلنا فندق ثاني وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي صراحه. فندق سوبر ستار، احنا عندنا حاجه جولدن فليز، حاجه كويسه جدا.
كابتن رؤوف ودكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه. هو التواصل مع كابتن طارق اعتقد في مشكله في الصوت اعتقد. كابتن طارق انت معايا؟ في مشكله في الصوت اعتقد مع كابتن طارق لان انا كل ما اساله سؤال. عندنا ان شاء الله بكره كينيا الساعه 7:30 نادي من كينيا بفرقه كويسه من جوه المتوسطه. تعسل طبعا بكابتن طارق ان احنا هننقل والدنيا هنا مش كويسه الراجل. لا كده الصوت بيتعيد صح؟ مجلس الاداره. لا في حاجه. نقلنا فندق ثاني وبعدين نقلنا فندق ثالث اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي بصراحه. كابتن طارق انت كابتن طارق احنا قعدنا حاجه جولدن بوليس حاجه قويه جدا. كابتن رؤوف ودكتور سراج بصراحه قال لك اعملوا اللي انت شايفينه مناسب ليكم. مشكورين يعني بشكرهم شكر خاص من قلبي لان عشان راحت الفرقه. كابتن طارق انت من تنزانيا بنشكرك شكرا جزيلا. في مشكله في الصوت اعتقد الصوت اتعاد 4 مرات انا عمال اسال سؤال الصوت اتعاد تاني مظبوط كده. فاعتقد في مشكله في الصوت هنتواصل مع كابتن طارق لكن كان في مشكله فعلا في الاقامه وقدر الدكتور محمد سراج يحلها. كان في حضرتك تواصلت معاهم في المشكله دي؟ هم وصلوا بيقول لك الاوتيل كان وحش جدا ما ينفعش حاجه صعب قوي فحاول يروح على كذا واحد كانوا محجوزين وبرده ما كانوش كويسين يعني طبيعه النادي الاهلي ان هو على طول بالظبط هم بالتليفونات صراحه الموضوع خلص في ثانيه يعني بس هو برضه البلاد الافريقيه دي التنظيم فيها بيبقى مش 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 كويس يعني بالذات خصوصا البلاد الافريقيه اللي هي مش قويه في الباسكت وهم مش فارق معاهم انت تقعد في حته كويسه ولا مش حته كويسه هو مش فارق لهم يعني يعني عكس ما بيحصل عندنا هنا ما بتوع افريقيا بتاعتنا من قاعده الناس في احسن حته لا مصر بالظبط النادي الاهلي بينظم في فايف ستار بالظبط كده يعني هو اعتقد البطوله الاخيره بتاعتكم بالظبط هو حاجه كده هناك عادي تقعد في اي حته مش فارقه يعني الموضوع مش فارق حاجه خالص خالص كابتن مودي الوقت بيجري بسرعه بس لسه هنتكلم كلام كتير لسه قاعدين لغايه ما قلنا خلصها هنخلص طب قول لي وتر اكيد بس المشكله اللي عندك وجلسات بتعملها كابتن مودي جرحي مش انا عارف انت مش عايز تعمل عمليه عشان الوقت بتاع النادي الاهلي بالظبط لكن احنا محتاجين نعمل ده نقدر نعمله امتى في وقت فاضي وقتي مريح فيه انا والله كنت خالد انا واخد قرار ان السنه دي ان شاء الله باذن الله هكملها باذن الله واعملها اول ما السيزون يخلص السيزون يخلص تمام يعني هيخلص النهارده حل على طول على طول اعملها عشان هي هتاخد 5-6 شهور صراحه فلو عملتها ممكن تكون دي ان شاء الله باذن الله ارجع على بدايه السيزون اللي بعده تمام لو قدرت اكمل برده صراحه ما انا برده الوجع الناس مش حاسه ان انا بكون موجوع وجع مش طبيعي انا ممكن اكون نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت لعبت وانا كنت بعرج اصلا فالتسخين مش قادر احط رجلي على الارض شفتك بس اخدت مسكنات باخد اقوى المسكنات اللي ممكن اي حد ياخدها وبنزل بحاول اربطها كابتن مودي ولا ايه اللي بيحصل؟ بقعد اسخنها بربطها وبقعد اخد مسكنات وحقن على قد ما بقدر فيا رب بس اقدر اكملها السنه دي ان انا بحس برضه زي ما قلت لحضرتك انا مش قادر ان احس لو هفيد الفرقه حتى لو 10% خصوصا ربنا كرمني يعني في 3 سنين دول انا عملت الحمد لله 3 مواسم كويسين جدا هايل بصراحه لا حاسس ان ربنا 13 موسم فانا انا بتكلم على دول بالذات على كل حاجه بتكلم في الاصابات تمام فحاسس ان شاء الله يعني يا رب السنه كمان يعني تقدر نكمل على كده وبعد كده اعملها على طول يعني واخد قرار السنه اخيرا ان شاء الله كابتن مودي لو رجعنا لورا شويه وذاكرت التاريخ بتاعتك والاحتراف ما جالكش فرصه احتراف بره مصر او ما فكرتش في كده؟ لا بص انا كلام حاجه بواقعيه صراحه هو لعيب الباسكت صعب الموضوع يبقى محترف غير اللعيبه الطوال يعني مثلا طارق غنام مثلا جاله كتير كويس اللعيبه الطوال دي هي عشان تبقى حاجه نادره فما يجي لهم انت كلعيب قصير الامريكان مترميين في كل حته يعني تمام. في مش هيجيب لعيب مصري ليه هو ممكن يجيب لعيب امريكاني وهيبقى بسعره قليل مش هيكلفه حاجه فموضوع الاحتراف ده عندنا كلعيبه بالميكرات او كترات بيبقى صعب جدا هو البيفوتات بس يعني طارق غنام جاله كتير جدا تمام بس هو طبعا ايه هو حابب يقعد في مصر يعني. بس مودي الجرح لو كان جاله عقد احتراف كان هيسافر؟ بصراحه لا برضه مش اشك انا انا عايز اعرف انا اشك مستحيل مستحيل طبعا ليه؟ لا لا انا علاقتي بالنادي الاهلي يعني ممكن يكون الناس فاكراني مثلا باوفر في الكلام بس الموضوع بالنسبه لي مختلف خالص يعني انا مشجع كوره قبل ما باي حاجه فالموضوع مختلف خالص معايا يعني لسه هتروح ماتشات الكوره لغايه دلوقتي؟ طبعا هروح بكره ان شاء الله فالموضوع بالنسبه لي موضوع محسوم يعني انا عايز اقول حاجه ما حدش يعرفها برضه ممكن يكون من 6-7 سنين او اكتر كمان كويس نادي الزمالك كلموني في مره وبقول لك والله العظيم والله العظيم كنت خالد كان الموضوع لو حد مكاني انت مش فاهم الموضوع عامل ازاي هيقول لك انت مش طبيعي اللي انت بروح بس انا الموضوع بالنسبه لي انت التيشيرت الاحمر هو اهم حاجه عندك منتهي يعني منتهي عمري مهما عرض عليك اي نادي في مصر ارقام فلوس خالص مش هتمشي النادي الاهلي مهما حصل هتقعد اول ما يقول حاجه انا بمضي من 4 سنين يعني انا ما بمضيش مثلا في ناس بتمضي طب عايز اعرف حاجه لما رحت مضيت قلت لي مضيت 4 سنين عملت ايه بالظبط احكي للناس الجمهور عملت ايه يعني قلت تعالى امضي
الوضع كان شكله ازاي؟ انا كان في ناس مجلس الاداره بيتكلم معايا في الامضه بيتكلموا معاك ففريقك انت في مشاكل وكده. كان في طبيب اي واحد هيجي يمضي فبنتكلم معاه في امور يعني. فهم بيتكلموا مثلا عايز تمضي سنتين ولا عايز تمضي ثلاثه. انا اللي كنت مصمم ان انا همضي اربعه. انا مش عايز ادخل نفسي في حته سنتين فحد بقى يكلمني تاني من مرة. اول لعيب في النادي الاهلي يقول انا عايز امضي اربعه في مصر يقول انا عايز امضي اربعه. اصل انا ان شاء الله هبطل جون الاهلي. فانا بالنسبه لي الموضوع ربنا يديك الصحه بصراحه ما في ما بالنسبه لي مش اوبشن ان انا ممكن امشي. فعكس انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان النادي الاهلي والكلام ده حاجه ممكن اول مره تسمعه يعني. لو النادي الاهلي تعاقد مثلا مع 40 لعيب في تاريخه في الباسكت ممكن يكون مثلا 30 لعيب انا لما اضيهم انا واحمد الجرحي انا مضيهم على بياض. والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده والله يعني انا لما اضيهم بجد انت اللي انا اللي بتكلمهم وبتتكلم انا بتكلم من قلبك ودايما عارف ما اقول لك حتى في الفلوس ممكن اجي انا بتفاوض معاهم على الفلوس. انا شخصيا على المستوى الشخصي بحب لعبك جدا بحس ان انت فعلا غيور بطريقه انا كنت كده في الملعب لكن انا شفت فيك حاجات بصراحه مودي يعني لا حاجات جميله جوه النادي الاهلي غيور على التيشيرت الاحمر. لا انا والله حتى انا الحته اللي هي مثلا لعيبه في مركزي انا اللي بكلمهم حتى يعني اللي في مركزي ممكن يكون في ناس تقول لك ما اجيبش لعيب في مركزك. انا مهندس الصباغه لما اجي الاهلي كنت انا اول واحد كلمته لازم تيجي الاهلي ولازم تبقى موجود ما يفرقش معاك مين لا لا المهم فرقتنا تبقى الاهلي يكسب طبعا يعني فرقتنا تبقى جامده ونكسب ونعمل اقوى فرقه في مصر. هي ده بالنسبه لي اهم حاجه يعني عشان كده المدربين في ثقه على طول بينهم يعني سواء كابتن طارق او كابتن اشرف توفيق او كابتن سامي مصطفى يعني بيقول لي خد العقود وانت اتعامل. هم بيبقى عايز مثلا عايز 1 2 3 4 يديني العقود انا بقى بكلم ده مثلا اتعامل مع قابله في حته في لعيبه مضت عندي في البيت على بياض والله برضو. كتير والله اقسم بالله كتير قوي. بص انا متاكد وواثق كابتن مودي غير كره القدم بتلف في الملاعب الثانيه بتروح ملعب الهاندبول بتشجعهم برضو طبعا لا لا هاندبول هو من دي حقيقه. بتحب الهاندبول اكتر ولا الطايره؟ بصراحه الهاندبول عشان خاطري ولا عشان لا والله العظيم خالص. اصل الهاندبول تحس يعني مبدا ان في جون وفي حاجات دي كوره يحس بالظبط تحسها ممتعه اكتر بتاعك يعني يعني الفولي برضو حلو صراحه بس مبدا الجون والحاجات دي كوره. مين اصحابك في الهاندبول مش انا عارف ان كل الناس لا في ناس متربيين معايا جدا يعني انا مثلا في الفولي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام دول متربيين معايا. اوقفك احمد صلاح لسه ماضي امبارح قول لي لما مشي من النادي كنت بتتعامل معاه ازاي؟ اصل هو احترف فهو كان قال جات له فتره ما كانش بيشوف خالص. قلت له يا مودي ما تحترفش. ما انا ما كنتش اعرف صح ما هو انا ساعتها ما كنتش اعرف انا شفته في الجيش لما جه الجيش ممكن كنت اتكلمت معاه بقى ما كان في الجيش وكان هو كان هيرجع الاهلي هو كان قايل هيرجع الاهلي بس هو كان وجهه نظره ساعتها بصراحه وكان ساعتها برضه عامل بطوله عالم واخد احسن ظريف في العالم فكانت هو ممكن اكيد كان عايز يجرب يعني يجرب الاحتراف بس كان المهم ان هو برضه رجع يعني حياته جوه النادي الاهلي يعني دي حاجه مهمه بالنسبه لك طبعا. الهاندبول مين اصحابك؟ انا اسلام حسن محمد ابراهيم. اسلام لسه مجدد برضه اربعه برضه كله انت لهم مودي انا قعدت اتكلم معاك من هنا لغايه بكره مش بجد والله مش هنخلص لكن فعلا مبسوط وسعيد جدا جدا انت معايا اول مره تطلع على قناه الاهلي اول مره تطلع على برنامج تلفزيوني زي ما انت قلت لي حاجه سعيد جدا جدا بيها. نجم كبير نجم اثرى ملاعب بلعبه باخلاقه وبحبه للنادي عايز اقول كلمات اخيره لبعض الناس تقولي لفرقتك في السيزون الجديد. لا فرقتنا ان شاء الله باذن الله احنا لازم نموت نفسنا ولازم ناخد البطوله بطوله يعني ما نقولش مثلا دي خلق يعني نضحي بدي عشان دي لا هي لازم النادي الاهلي معروف احنا يعني داخلين في البطوله الافريقيه بطوله الدوري مرتبط بطوله الدوري السوبر وكاس مصر على قد ما نقدر ان شاء الله نحاول نكسب الاربع بطولات. المنافسه صعبه طبعا انا بقول المنافسه صعبه بس على قد ما نقدر هنحاول نكسب اكتر بطولات من الاربعه دول فهنركز ان شاء الله باذن الله واول ما يرجعوا كده هنقفل على نفسنا بقى عشان هنخش على الجد باذن الله. باذن الله. تقول ايه مجلس اداره النادي الاهلي؟ بصراحه ما متاخروش عننا في اي حاجه صراحه في صفقات جابوا لنا كل حاجه احنا عايزينها اي حاجه بنطلبها بيجيبوها لنا محترف بيجيبوها لنا احنا بس كل طلب منهم بصراحه السنه دي يقف ورانا في الماتشات والحاجات دي عشان المنافسه كتيره والزمالك والاتحاد رجع المنافسه يعني بقول لحضرتك فلازم يبقى مجلس اداره الاهلي ورانا عشان اما بيبقى منافسه بين الاهلي والزمالك والاتحاد الموضوع بيبقى مهم جدا يبقى مركزين في كل يعني مجلس اداره ورانا فيها. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي قبل بس ما اقول كلمه لجمهور الاهلي طبعا عايز اشكر بس بابايا طبعا ان بابايا ده هو صاحب الفضل عليا في كل حاجه صراحه من ساعه ما لعبت وانا في الميني هو ومامتي الله يرحمها برضه يعني رحمه الله عليه لازم اقول لهم كلمه دي ان هم انا وصلت اللي وصلت له ده بفضلهم صراحه ربنا يكرمك طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا هم ده الكلمه ده الحب كله زي ما بيقولوا هم مش يعني هم عارفين يعني هم عندي ايه بصراحه والله يعني هم انا حياتي كلها هم جمهور النادي الاهلي اقسم بالله ما في بطوله او اي حاجه بلعبها غير ما كل هدفي اني اشوفهم فرحان ولا حاجه ماديه ولا نفسي انا مثلا يبقى حاجه مثلا عشان نكسب مكافاه والله خالص انا هم فرحانين كده وهم مبسوطين عشان بطوله الباسكت بالذات
عندهم بتبقى غاليه. فانا بقول لهم ان شاء الله انا وعدكم ان احنا هنموت نفسنا ومش هنقصر، بس لازم تفهموا ان بطوله الباسكت عامه المنافسه صعبه فيها، فيعني ان شاء الله باذن الله احنا هنموت نفسنا وهنفرحكم يعني ان شاء الله على قد ما نقدر باذن الله. نورتنا وشرفتنا حبيبي كابتن خالد، ربنا يخليك. ميرسي يا كابتن مودي جدا، سعيد باللقاء، وكان لقاء ممتع مع كابتن مودي الجرحي احد نجوم كره السله في النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي. دايما في الاهلي الليله وفي الالعاب الاخرى بنجيب نجوم النادي عشان نعرفهم مع الجماهير ونشوف كل الداخليات ليهم. استنوا دايما اسره الاهلي الليله من الساعه 7 للساعه 10 طوال الاسبوع من السبت الخميس من الساعه 7 للساعه 10. شكرا والى اللقاء.